السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. نحن اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، وعليكم السلام الأخ محمد، أخ عبد الرزاق، جنات، سمير، بن يوسف، أمير، ربي يبارك فيك، وناس باتنا، أخ حسين، قادر، أخ رفيق، سمير، أخ تهامي عطايلية، أخ سامي، وعليكم السلام الأخ محمد من الجلفة، تحياتي لك وتحية لكل الإخوة من الجلفة، الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بالشاوي، خالد، رشيد من عنابة، ناس عنابة، أخ حمزة، عبد القادر، ربي يبارك فيك، أخ عبد القادر ومعمري، أخ جيلالي، ربي يبارك فيك وناس باتنا معك. محمد هادف. المهم الإخوة والأخوات، لا سيما الشباب منكم، كيفاش أنتم تنظروا للرئيس الراحل هواري بومدين؟ درك الناس اللي عايشوه وعاشوا الفطرة نتاعو، منهم اللي راهو معاه ومنهم اللي راهو ضده. الشباب هذا اللي راهو الآن مولود في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وحتى من اللي ربما من بداية الألفين، هما راهم يسمعوا على هواري بومدين. كاين الناس اللي راهم درك هما راهم يأيدوا فيه هواري بومدين، وكاين الناس اللي راهم يسبوا فيه. حنا حابين نعرفوا هذا الشباب كيفاش هو ينظر للرئيس هواري بومدين في ظل هذه التحولات اللي راها موجودة، لا سيما في يعني في الوطن العربي ويعني على مستوى العالم. الجزائر بعد هواري بومدين، يعني نشوفوا احنا الفطره نتاع بومدين، المداخل نتاع البترول، نشوفوا الانجازات، نشوفوا ايضا المداخل نتاع البترول والانجازات، نشوفوا الوضع كيفاش كان في وقت بومدين، لا سيما ما تعلق بالتدريس، الصحه، في كل المجالات، ونشوفوا الوضع الان. اذا كان فيه اخوه يحبوا يشاركوا معنا، سواء من الإخوة اللي راهم موجودين في الداخل ولا الإخوة اللي راهم موجودين في الخارج، مرحبا بكم معنا. شوفوا هذا الأخ أكرم. أكرم عندك مشكلة في الهاتف نتاعك. شوفوا الأحسن. هذا اخونا الاحسن بالك لعود يقدر يفوت. اكرم عندك خلل في الهاتف نتاعك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ الكريم. ويرحب لك الاخ، اسمح لي الدروجمون، عندي بزاف نحب نطلع معك، وكان عندي بعض المواضيع كنت تحكي فيها، كانت مواضيع مليحه ولكن فيها بعض التناقضات. ما علينا، اليوم بما انك الموضوع تاعنا هواري تحدثت بومدين، تفضل في الموضوع. هواري بومدين، انا نشوف بلي من اذا ناحيه كان هواري انت راك من واش، من سنه هواري مولود بومدين الاخ الكريم؟ هو شخص سميه
ولكن يكفي أني نقدر تمام. نوضح لك الفكرة بصفة، قلت لك نقدر نوضح لك رأيي على هواري بومدين. هواري بومدين أول حاجة معليش مرتبط معليش، حابين دائم نعرفوك انت بمنطقة. اولا، وش من ولاية نعرفوك، وش من ولاية راك تكلم فينا، يعني اللي مانيش راح نعطيني يعني لا دات نيسونس تاعك وكذا، غير فقط حابين نعرفك وش من مواليد السبعينات الثمانينات التسعينات، ومن بعد تفضل اعطي رأي تاعك في معك هواري بومدين. الله يخليك، معك اللي راه يهضر معك من التسمسيلت، ولاية التسمسيلت تيارت التسمسيلت فيالا، بلاد الولاية الروعة، مدينة الونشاريس، محمد بن ايوه عام الله تفضل. يرحمه. الله، أنا نشوف بلي بومدين وكما من الشيء اللي يدير في هو اللي وصل للبلاد، النقطة اللي رانا فيها دروك. ما انت انا نشوفه ديكتاتوري من ناحية مختصرة جدا، نشوفه انسان ديكتاتوري. هو وش من سنة مولود انت يا؟ الخلل في الصوت نتاعو، نمروا لكاش واحد من الإخوة الآخرين. المهم، في انتظار هو أنه يلتحقوا بنا إخوة آخرين. نحن على المباشرة اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، الموضوع تاعنا هو هواري بومدين وهذه الأجيال الجديدة. ترى مع هذا الأخ موسى. موسى عندك خلل في الهاتف نتاعك. شوفوا مع هذا الأخ ضيفي، أتمنى هو أنه يطلع. الأخ الكريم، ماناش نحكيه على التاريخ، رانا نحكيه على الحاضر. السلام الأخ عليكم. باش داير؟ وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. أنا من مواليد 1981، مرحبا بك. ويقولوا لنا الهواري بومدين الله يرحمه ما ماشي إنسان زعما، اللي ما دار حتى حاجة، كيفاش؟ ما دار والو، رئيس ما دار والو، هو سبب هو سبب هاد البلاد وين راها لاحقة درك. أعطينا الأدلة تاعك. دوك انت لما تقول مثلا بومدين دار، أدلة ما اعطينا فيهاش، الانجازات ما نتاعو، كي فيهاش تقول النص. بومدين ما دار والو اعطينا علاش، كيفاش ما دار والو؟ ترك مولود في ماشي أنا 1900. اللي راني نقول، ها ماشي أنا اللي راني نقول، الناس اللي أكثر اللي كبر مني أنا ما نعقلش. انا راني نحوس عليك انت تعطينا الرأي نتاعك، مانيش نحوس على الناس الكبار، حوس عليك انت كونه الرأي انك انت نتاعي راك واحد من الاجيال نتاعي الجديده والله تسمع على الرئيس نتاعك، الرئيس نتاع الجزائر هواري بومدين. على الاقل واحد تكون عنده معلومات ولو ثقافه عامه هكذا، يعني كيفاش انت تنظر. احنا الان درك مثلا كاينين الناس اللي هما مثلا عاشوا في الفتره نتاع بومدين، قال مثلا واحد باباه مسجون. للاسف الشديد الاخ خرج. شوفوا ترى الأخ يزيد هذا، الإخوة اللي تطلبوا الإضافة أطلبوا الإضافة ومن بعد نطلعكم. انتظروا هذا أخونا أخ يزيد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم أخ يزيد من أشبال الثورة، مرحبا بك الأخ يزيد، من خريج مدارس أشبال الثورة. ما شاء الله سيدي. المهم راني سمعت بزاف الناس هضر على الديكتاتورية في ديكتاتورية بومدين، نعم وأنا أشوف ديكتاتورية بومدين كانت في صالح الشعب، الأخ كانت في يزيد، صالح أنت واحد من الناس اللي كنتوا في أشبال الثورة. من مدارس أشبال الثورة. يعني وش من قراد كان عندك؟ كنت خريج مدارس أشبال الثورة،
درست في أشبال الثورة، ولكن واش من قراد خرجت به؟ لا كنت نقرا في اسبان الثوره وما كملتش، ولكن رحت اوريونتي كما يقولوش، ما كملتش الدراسه نتاعي، رحت أوكي. فهمت نعم. جميع نشوف مع الناس قاعد ديكتاتوريه، وراي الديكتاتوريه هذه كاش ديكتاتوريه كما راهي دركم. لا يسمعوا برك درك، هاو تشوف الاخ درك هو اللي كان يتكلم. انت درك لما تقول مثلا واحد تحبه عندك اشياء اللي تحبه عليها، لما تكون تكره واحد نفس الشيء عندك اسباب اللي انت تكرهه عليها. درك لما تقول واحد مثلا ديكتاتور اعطينا الادلة، لما تقول واحد لم ينجز شيئا في البلاد اعطينا الادلة. شوف يا أستاذ، هذا مكان. شوف يا أستاذ، نعم. والله العظيم والله العظيم ما كانش واحد يحب الجزائر كيما أبو مدير. نعطيك مثال برك راك تسمع فيه. أنا أسمع فيك. شوف زيارة المرحوم، نقولوا المرحوم الله يرحمه حسن الثاني للجزائر، كانت فيه في تلمسان. الكلمة اللي كان يقول لا سيد والشعب هو السيد، الشيء اللي جانا عبد الحميد بديتو الآخر عبد المجيد عليهم العشية في قبل الزيارة، يقول باللي راه يقول الرئيس بالك واحد يغلط الزيارة تاع مهري. في الزيارة تاع بالك واحد يغلط ويبوس يد الملك، لأن كانوا أشبال بيدهم، كانت على ما درش عسكري ما يقولوش أشبال، احنا كانوا يقولنا الأشبال، هما كانوا مدارس عسكرية. نعم. المطلوب لي يعني طالب لي أمر، قال بالك واحد يغلط ويبوس يد الملك، الشبل الأول اللي خمس مع الملك هو يسموه كركب خالد، في عمره هذاك الوقت 18 سنة، بريتو 17 سنة، حكم يد الملك وخزروا في عينيه وهزوا مليح، تبسم بو مدين تبسم، وهذا دليل أن الشعب هو السيد. بو مدين ما كانش ديكتاتوري، اللي يقول لك كان بو مدين ديكتاتوري، بو مدين خدم لصالح. المهم كان مشاكل داخلية الله يرحمه، ولكن الشعب ما كانش مضرور، ما كانش محقور، وما كانش مذلول، كنا نروحوا للخارج ترفع راسك، كان روحوا ب 34 ميل 340 فرنك فرنسي، وتروح لفرنسا وتجيب الكابات وتخرج بلا فيزا. نعم. كان عندنا تعرف شنو، كان عندنا جبل فوق ظهرنا رافدين، كان الجزائري عنده قيمة كبيرة، كان انت يخاف تقول منه، باللي الجزائر كانت عندها سيادة. عنده سيادة الجزائرية. لأن أبو مدين مش قال لك؟ قال لك لا سيد على الشعب، الشعب هو السيد، نعم. وإحنا ادينا الكلمة هذيك راهي قارصة. إحنا والله واحد ما هو سيدنا كاع، نعم. ما عندنا سيدنا كاع، سيدنا هو سيدي ربي سبحانه عز وجل. أما هذا الغاشي اللي راه درك، والحاجة اللي ضرتني اليوم أنا في المقبرة تاع العالية، ما كانش نعم. السلطات، ما كانوش بحضروش بعض الرفقاء، بعض الناس اللي درسوا، بعض الناس اللي هو اللي خسر عليهم مش دراهم ولكن دراهم الجزائر بعدهم. يوم ما كانش حتى القناة 34 قناة، ما كانش قناة حضرت، تقصد ما كانش الوفاء. ما كانش الوفاء. إيه كاش الوفاء، هذا غاشي تاك عارف تاع الاخر. كيما ولكن يقولش وين راه من الأشبال تاع الثورة؟ وين راه من الناس اللي قراوا في المدارس اللي دارها بومدين؟ وين مش راه بالثورة حكيت الأجيال اللي كونها بومدين، سواء في الجيش ولا في الإدارة نزيد لك يا ولا أستاذ، في كل نزيد لك يا المجالات؟ أستاذ، وين راهم هذه الأوفياء؟ وين راهم نزيد هذا لك يا أستاذ، الوطنيين هذو؟ نعم. نزيد لك يا أستاذ حاجة أخرى، داروا طالب الجماعة في قلمة، بنا حضروا روحوا للمسقط رأسه في يعني وين زاد في داره نعم. منعنا، وكان علاه الرعد اخوي؟ الرد منعنا، ايه منعنا من طرف سلطات الولايه، ثم ما قبلهمش الترخيص. او يعني نقول لك
حنا جبال باش ديروا وما تحيوا الذكرى نتاع بومدين ما خلوكمش. ما خلوناش ايه، ودخلوها له سياسه بعض الجمال سعدي ولا انا جيت نشوف يعني مسقط راس تاع تقصد بومدين. اسمه محمد سعدي، لا لا جمال سعدي ذاك اللي كان جودان ولا والله، لا انا مش هجو ضابط سبحان الله، كان لقى عقيد اوكي، هو ما هو تسمى هو داير حزب سياسي. الحزب السياسي من حقه ايه هو من بعد عنده حزب سياسي، يدير ايه. نشاط، انا لا شفت واحد تحيي فيه الفيلم، نشاطات واحدة اخرى. شفت واحد الفيلم يا استاذ، اون فرونسي يقولوا لا نوي افير دي سولي، الشمس تخاف من النهار، بيت النهار الليل يخاف من النهار، لا نوي افير دي سولي، الليل يخاف من الشمس، نعم، وانت في السراكي ما تحب. وش تقولنا الاخ يزيد في الذكرى نتاع هواري بومدين؟ يعني لا سيما هو انك انت راك عشت المرحله هذيك نتاع هواري بومدين وكنت طالب في تلك المرحله، وش تقولنا على المرحله هذه نتاع بومدين؟ لا سيما هو انه فيه شباب اليوم ما عاشوش تلك المرحله، راهم يسمعوا فقط، وكاين ناس اللي هما راهم مشبعين بالحقد وبالضغينه، يشوفوا باللي بومدين خائن، يشوفوا فيه باللي حركي، يشوفوا فيه باللي ما خدمش البلاد، يشوفوا فيه باللي انسان ما كلمش كما يقولوا كرتوش تاع رصاص في الثوره. وش الثورة مو تقول لهذا سياسة، الناس هذو؟ أولا الثورة ماهيش رصاص، ماهيش بارود، ثورة مش بارود برك، ثورة ثقافة، ثورة سياسة، ثورة اقتصاد، ثورة مسرح، لأن اللي كان يدير المسرح في الثورة وكان ثوري، اللي كان يدير نعم السياسة كان ثوري. أما بالنسبة للخيانة، حتى الأمير عبد القادر خونوه، مصالح الحاج خونوه، فهمت، بوضياف خونوه، واللي يقول لك انا بومدين ويحكي على بومدين اللي يعرف تاريخ بومدين، لان واحد اللي كان معارض في الولايه الرابعه الاخضر بورقع، نعم كان هو يقول باللي انا شرس، معارض شرس، يلا نعم تمنيت ولا لا كان لا، يحكوا لي ما يلقبوه باللي معارض شرس. انا شخصيا سمعت له في التسجيل جابوا مدين ما يعرفوش، سمعته حكوش. باذني، بومدين ما يعرفوش. شوف بعد هو كونه انه كان ينسق مع جماعه اخرين حكموهم ودخلوه للسجن، ولكن هو في اخر يعني تصريحاته انا سمعت له داروا معاه حوار على البلاد، وين يقول باللي بعد الشيء اللي حدث، بعد الشيء اللي راهو جاري في الوطن العربي، تمنيت لو كان يكون في كل ولايه بومدين. أنا معك، هذه سمعته بالاذن تاعي، وراهو التسجيل موجود منشور في الفيسبوك ومنشور في اليوتيوب. هو يقول قال لك لو كنت تمنيت لو كان كاين 48 بومدين. نعطيك زوج حوايج باه ما نكثرش عليك. في يوم من الايام وقعت واحد التسمم في تلمسان، تسمم تاع فرماج تاع الجبن، بومدين قعد 4 ايام في المستشفى، قاعد مع الاشبال حتى التالي اللي خرج من المستشفى، واعطى امر قال عبد المجيد عليهم ولا البروتوكول تاعو، قال له الفرماج اللي راح يسمم ولادنا ولادي، قال له اليوم تحرق ونشوفه بعيني. اما قضيه شرس وقضيه كذا وقضيه كذا، 2018 ناقص 1949 شحال في عمره هذا؟ راك معايا يا استاذ؟ نعم، ما نسمع فيه. 2018 ناقص 1949، 49 59 10 سنين، الاستقلال 13 سنة، وانت فهم هاو المشكل، هذا المشكل اللي راه يضرب. شكرا لان للأخ يزيد، نمر للإخوة آخرين، ربما كاين إخوة يحبوا يديروا مداخلات. شكرا للأخ يزيد. المهم الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة
آسف جدا الأخ يزيد، نشوفه ترى هذا الأخ موسى، أخ موسى مناصر، عندك خلل في الهاتف نتاعك، نشوفه ترى هذا عبد الرزاق معمري. آسف الأخ يزيد كنت قطعتك، ما تولهتش باللي راك راح تزيد دير كلمة. أصبر الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك نور الدين مقدم، اصبر شويه هذوك نشوفه ترى. اخ عبد الرزاق معمري مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ، تحياتي ليك وتحياتي إلى جميع المتتابعين الكرام. منين راك تكلم فينا الاخ معمري؟ أنا نكلم فيكم من خارج الوطن أستاذ، منين؟ من خارج الوطن، نعم منين، منش من خارج الوطن، من تايلاند، من آسيا، من دولة مرحبا بك. آسيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. فيما يخص المرحوم هواري بو مدين، ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله، والله في كثير يعني اختلافات في التاريخ مثل ما يقولوا. أنا من مواليد 89، يعني أنا من متطلع من دارسين تاريخ، يعني قريت تاريخ تاعه، ما حضرتش الحقبة تاعه. نعم يعني سمعنا كثير أقوال، فيه ناس يعني بتقول يعني كان إنسان وطني وخدم البلاد، خليني من وفي الناس ناس وش تقول يقولوا العكس. الأخ عبد الرزاق، خليني من الناس وش تاوش يقول. قرينا أنا نحوس عليك دونك احنا أنت تعلمنا من كشاب تاريخنا. جزائري درست في المدرسة الجزائرية، طبعا راك شفت أنت يا رؤساء، راك حضرت قال مثلا اسمه الزروال، عايشت وش اسمه بوتفليقة، راك بوتفليقة، تشوف الرؤساء كيفاش راهم في العالم، راك شفت الجزائر في وقت سابق، وكيفاش انت الان نعم راك تشوف فيها، انت ولو انك انت راك يعني لحقت بالفتره نتاع التسعينات، هذيك فتره الدماء والدموع، انت كيفاش تشوف هواري بومدين، يعني من خلال المنجزات اللي موجوده في الجزائر، من خلال الدراسه نتاع التاريخ، كيفاش تشوف فيه انت؟ يعني مثلا قال لما انت تحب هواري بومدين، كاين اللي هو دوك مثلا ما عاشرش وما عاشش هذيك المرحلة نتاع بومدين، تلقاه هو يحب بومدين باندفاع، يعني وكنقولوا مثلا قال واحد راهو قال مثلا من الناس اللي راه معاشوا في مرحلة نتاع بوتفليقة، قال مثلا عطاو له منصب نتاع شغل ولا عطاو له سكنة، راهو يدافع عليه كما راهم يقولوا بالتعبير الآن، راهو يشيت بومدين هو ميت. يعني يشيل. لما تلقى انت واحد هو راهو ميت، واحد يدافع عليه ما عاشش المرحلة نتاعه ويدافع عليه، وش هي الأشياء اللي تخليه يدافع عليه؟ لما تلقى واحد يكرهه، لا دخلوا للسجن ولا قال مثلا خرجوا من العمل تاعه ولا ذايق وما حضرلوش أصلا، هو راه ميت، وتلقاه حامل له واحد الحقد ما يعرفوش، خلاص لا يعرف تاريخ ولا جغرافيا ولا يعرف شيء في البلاد، وتلقاه حامل واحد الحقد البومدين لا يتصور. المهم الإخوة لما نكون على المباشر، الإخوة اللي اتصلوا بالهاتف ما نقدرش نجاوبكم، راني على المباشر. نعم، دوك نقول لك علاش استاذ في اختلافات بين الناس، يعني دي في ناس اللي تحب بومدين وفي ناس اللي ما تحبش بومدين. اغلبيه الشباب يعني اللي ما حضروش الحقبه تاعو كلهم مع بومدين، لانه احنا قرينا يعني سمعنا هدر على بومدين كرجوله وكوطنيه وكامورات، خدم بعض الامورات في البلاد مثل الثوره الزراعيه، كان يطور في التعليم، اتجه نحو الاشتراكيه وخرج من الراسماليه وبعض الامورات يعني الثوريه. ذوك الحقبة هذه تاع جماعة السبعينات اللي ما حضرتش، أو الثمانينات وطالع، كلهم يبغوا بومدين، يعني تقريبا 99% فيهم يبغوا بومدين، إلا بعض فيهم فئة معينة اللي يعني تعمقت في حياة بومدين، درسوا مليح التاريخ بومدين، يعني عندهم شوية يعني كيما يقولوا اختلال. مثلا انا نقول لك كما يقولوا، انا بالنسبه لي عن يعني بومدين واش دار، استقطب بعض الجماعات يعني كما احنا نقولوا كبرانات فرنسا، هذه نقطه سلبيه. يعني انا مش نقول انا الراجل يعني نحكم على بومدين في شغلات سلبيه وفي شغلات ايجابيه، وإحنا نهضروا عليه بالمحاسن تاعو. السيد راه كما نقول لك الله يرحمه ويوسع نعم عليه ان شاء الله. في هذه النقطة بالذات، هذه تاع الكبرنة تاع فرنسا كلام يدور، وش هي نعم الشيء في اللي تاع انت راك كبرانات مستند فرنسا ليه؟ على واش والاتجاهات مستند؟ اشتراكية، يعني
نعم. على واش تستنى؟ والنقطة الثانية اللي خرج من الرأسمالية وراح للجهة الاشتراكية، يعني راح مثلا الوقت الحالي احنا رانا مربوطين بالأمريكان، يعني دول الغرب فرنسا وأمريكا ودول الأخرى، الجهة الاشتراك الاشتراكية مثل الصين روسيا، كلهم راهم يدخلوا في الجزائر، يدخلوا في الجزائر، هذا أمر واضح. قبل مبدئيا احنا ما كانش عندنا اي رابط بين دول روسيا مثلا او الصين، الجهه الثانيه الجهه الاشتراكيه اللي تابعين النظام الاشتراكي. يعني احنا الجزائر من وجهها لهذا الاتجاه بومدين. نعم فهمني استاذك، تسمع فيا؟ اي اسمع فيك. والشغله الثانيه يعني قال لك نجيب انا القدرات هذوك كبرانات فرنسا اللي قال لك اللي عندهم خبره وما خبره، وفي بعض كما نقولوا هضره الدور ثانيه بعض الاغتيالات الاصدقاء الثوره تاعو هذه، فانا مرتبط بها يعني الحكايه هذه راهي مرتبطه مبنيا. وينهم ممكن انت لما تقول لي دوكا جاب كبرانات بفرنسا سميهم لي، ما نلقاوش في الكلام العام. ولما تقول لي قتل المجاهدين سميهم لي، سميهم لي ونجي وحده بوحده. مثلا كبران فرنسا العربي بالخير، عندك العربي بالخير، عندك خالد نزار، يعني جماعه كثيره، كاين جماعه اللي مش واضحه، حنا نعرفوا الجماعه اللي خارج اللي مبينه اللي بينهم من الاعلام، كاين ناس حنا ما نعرفهمش سماوتهم مش مذكورين، فاهم؟ كاين جماعه سريه هل ممكن تعرف ناس تخدم في النظام. هل تعرف الاسم الرتبه اللي كان بها العربي بالخير لما كان هواري بومدين رئيس؟ هل تعرف الثكنه اللي كان فيها العربي بالخير؟ لا ما عنديش علم. شفت كيفاش؟ بس اما كاين الناس عندهم يعني عندهم علم وعندهم الصور تاعو. يا سيدي جيبوه منا، جيبوه منا، اعطيونا الرتبه اللي كان بها. سهل الحال، سهل الحال، اسمح لي. دوك حنا لما نقولوا نعم. بومدين هذا جاب، هو جاب ضباط فرنسا، اعطيني الاسماء نتاع الضباط نتاع فرنسا اللي دخلهم بومدين، اعطيني المسؤوليات نتاعهم لما كان هواري بومدين رئيس، والمسؤوليات التي اسندت لها الضباط، اعطيهم لي، اعطيهم لي بالاسماء. قالوا مسؤوليات كتدريب، يعني كتدريب تدريب للجيش، عطاله مراكز يعني مو مراكز حساسه، صار مع الوقت تغولوا مع الوقت مع وفاه بومدين وقاعد تغولوا في المناصب وضربوا في الجرائد. منها شوف نقول لك، اللي دخل ضباط نتاع فرنسا دخلهم كريم بالقاسم لما كان في الحربيه، بومدين عيطوا له فيما بعد لما صار فيه صراع بيناتهم وما قدروش هما يضبطوا الجيش نتاع الحدود، استعانوا بومدين بحكم هو انه كان انسان صارم، استعانوا به واعطوا له القياده نتاع الاركان. لما دخلوا عن طريق المانيا، جابهم كريم بالقاسم، فهمت؟ وهذه الشهاده راها مذكوره في الكتاب نتاع محمد حربي اللي كان واحد من الناس اللي يشتغلوا مع كريم بالقاسم. كريم بالقاسم هو اللي جابهم، ما جابهمش هواري بومدين. هذه واحده. اثنين، هذا الناس اللي راك تحكي عليهم، هذا العربي بالخير والنصار وهذو الجماعه اللي ظهروا كامل، ظهروا في وقت الشاذلي وليس في وقت بومدين، فهمت؟ بس قبل ما في وقت الشاذلي، في وقت الشاذلي ذوك شير الرتبه تاعهم في وقت الشاذلي، في وقت الشاذلي. شوف يعني نقول لك، شوف نقول لك ونقول الاخوه اللي راهم يسمعوا، شوف شاذلي هو كان في الدوزيام ريجيون ميليتير، فهمت؟ كان في وهران في الوقت هذا، كان بومدين كان هو الرئيس. درك بومدين لما دخلهم هو واسمه الشاذلي لما دخلوا كانوا معاه. الشاذلي في تلك المرحله كان في النواحي نتاع تونس. هذه اي سنه هذه؟ قبل الثوره، واسمه في اثناء الثوره، قبل الاستقلال، قبل الاستقلال. هما لما دخلوا، منهم اللي دخل في 57، منهم اللي دخل في 58، منهم اللي دخل في 59، منهم اللي دخل حتى في 61 عشيه ال 62. كان بومدين كان دوره ثانوي، يعني ما كانش رئيس هناك ذاك الوقت. ما كانش بومدين رئيس، كان قائد الاركان. هما لما دخلوا الجماعه كاينين، هما راهم تفاوضوا في بعضهم في نتاع واش اسمه في القياده نتاع الجيش. كاين اللي هما كانوا رافضين، كاين اللي هما كانوا رافضين على جال باش هذا الضباط يدخلوا، وكاين اللي هما قال لك حنا ما نخليهمش بدلا من انه تستعملهم فرنسا ضدنا، هما يكونوا يعرفونا ويكونوا كذا ويولي هما يحركوا ويخدموا ضد الجيش تاع التحرير، علاش ما نستعملهمش حنا ضد فرنسا؟
فهمت؟ علاش ما نستعملوهمش حنا ضد فرنسا ما دام راهم درك هما تدربوا راهم تعلموا السلاح وراهم يعرفوا بعض التقنيات، علاش حنا ما نستعملوهمش؟ والنتيجة 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 وش هي النتيجة؟ النتيجة هو أنه فيما بعد قلت لك دخلوا عن طريق ألمانيا، داروا لهم مكتب في بون، داروا كريم بالقاسم. من بعد هما لما دخلوا واسمه كانوا في النواحي نتاع تونس، الشاذلي هو اللي استقبل من بينهم هذا واسمه نزار والعربي بالخير. درك فيما بعد، بعد الاستقلال، عماري اصبرني اصبرني، بعد الاستقلال الشاذلي هو كان واحد من الناس اللي ايدوا بومدين، فهمت؟ ولما هما فصلوا تسمى في لما فرنسا قبل ما تخرج، فرنسا بعد ما داروا الاتفاقيات نتاع ايفيون تفاهموا، داروا اسمه على جال باش هما يبداو يرتبوا الامور الى ما بعد الاستقلال، كانوا يتفاوضوا، كانوا جماعه في جويه بومرداس هكذا، واتفقوا كيفاش يديروا صيغه اللي يخرجوا بها، وبداوا يهيئوا في الارضيه على جال باش هما يدخلوا. بومتين هو في تلك المرحله، وكانوا جماعه معاه كانوا رافضين هذه القضيه تاع الاتفاقيه تاع ايفيون. درك هما طبعا هذه فرنسا هذه كانت هي، شهادة اللي هنا فرنسا هي كانت تهيئ في جماعه على جال باش هما يحكموا البوفوار، حتى اذا كان درك هي قال خسرت من ناحيه تاع الثوره، ولكن تخلي الناس اللي يحكموا، يحكموا بعدها على الاقل. اذا كان ماذا على الاقل يعني تخلي الجزائر كما نقولوا يعني لا احنا نسموه مشروع دي جول، يعني مشروع دي جول. تخلي الجزائر يعني كما نقولوا اذا كان ما تقدمتش تخليها على الاقل تكون محاصره، فهمت؟ وتخلي الناس اللي هما يخدموا معاها، يخدموا معاها بشكل مباشر خلي او الناس بشكل يحفظوا غير لنا مباشر. يعني الرسوم. نحكيو هنا القضيه نتاع ضباط فرنسا، راني جايك للقضيه، لانه لو كان ما تفهمش هذه المسائل فيما بعد ما تفهمش هذه القضيه نتاع ضباط فرنسا. شاذلي هو كان من الناس اللي هما ايدوا بومدين، وهذاك محمد شعباني من الناس اللي هما ايدوا بومدين ومشاو معاه، ومشاو معاه بن بلة في البدايه، واتفقوا على جال باش هما يخدموا جماعيا، فهمتني؟ علاش نعم الناس دارت الثوره؟ لان الامور راه مرتبطه ببعضها البعض. علاش الناس داروا الثوره؟ كان في تلك المرحله كان حزب نتاع الشعب، وكانوا هذ الناس اللي هما علنوا الثوره كانوا هما من بين المسائل اللي كانوا يناقشوا فيها، هو انه الترباب هذا نتاع مصاري الحاج، حبوا هما يخدموا عمل جماعي، بدليل هو انه فجروا الثوره في 6 من الناس بعد ما داروا هذاك الاجتماع نتاع 22. دونك القضيه هي في العمل الجماعي. درك هما لما دخلوا هذو، دخلوا على الحدود، بطبيعه الحال راه لازمك تعرف، خاطر كاين بعض من الناس يقول لك هذو جيش الحدود وجيش الحدود وهذو ما داروا، لازمك تعرف باللي راه فرنسا فصلت الجزائر بينها وبين تونس والمغرب، وداروا الخط هذاك على جال باش ما يخليوش هما يدخل السلاح، كانت خط مفصوله. موريس بالتالي درك هذوك الناس لما دخلوا كانوا منظمين ارواحهم، البومدين كان منظم، الناس اللي كانوا يشتغلوا كانوا منظمين. درك لما دخلوا المهم، ومن بعد استلم بن بلة الحكم، بعد ما داروا الانقلاب منهم اللي كان هو مع بومدين ايضا. فيما بعد درك الشاذلي لما عين في وهران عاود جاب الجماعة هذوك، فهمتني؟ جابهم من بينهم العربي بالخير كان يخدم معاه. درك النهار اللي ولكن الجماعة هذو اصبرني اصبرني اسمح لي أستاذ اصبرني أنقاطك، نتاع ضباط فرنسا، النهار اللي درك اسمح لي النهار أستاذ اللي توفى أنقاطك بومدين، القضية هذه توفى بومدين من بعد هما كي جابوا الشاذلي، الشاذلي جابهم معاه، فهمت؟ جاب هو العربي بالخير، ومن بعد العربي بالخير جاب الجماعة نتاعو. أوكي أستاذ، شادلي مين جابو شادلي؟ كيفاش؟ مين جاب شادلي يعني الرئاسيات؟ مين نصبوا رئيس شادلي؟ نصبوه العسكر، نصبوه العسكر، والعسكر منهم العسكر؟ هما في تلك المرحلة داروه. العسكر منهم هما ضباط فرنسا اللي نصبوه؟ لا 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 لا، كاينش منها، إذا كانوا ذاك الوقت تقول لي كانوا الأخيار هما اللي كانوا ما شادين لاني. كانش منها. هما شوف نقول لك في تلك المرحلة لما توفى بومدين، توفى بومدين، اسمح لي، توفى بومدين، كانت الجبهة نتاع التحرير، كان اسمه الاخر محمد صالح يحيوي اللي هو ضابط في جيش التحرير، كان رئيس البرلمان نعم
كان واحد من المجموعة نتاع الستة، باش ما يجيش واحد يلعب لك يقول لك كان واحد من المجموعة من المفجرين نتاع الثورة، ربح بيطاط. كيفاش يقبل له هو ربح واحد من بيطاط. المفجرين نتاع الثورة يقبل لك على جلبش هو منصب واسمه؟ كان واحد من المفجرين نتاع الثورة، وكانوا نعم مجموعة لاباس بها كانوا يشتغلوا درك. واسمه الآخر اللي كان حاكم المخابرات قصدي مرباح، درك المرباح هما في تلك المرحلة كان فيه تنافس بين محمد صالح يحيوي وبوتفليقة. هما حبوا يديروا الشاذلي على جال باش زعما يتحكموا فيه، فهمت؟ الشاذلي هو كي اللي كان جا منهم يعني راح جاب الجماعة هذو، جابهم عن حسن نية، مش راح قال زعما راهو عميل ولا راهو خائن الوطن، لا لا، هو عن حسن نية. هذا واسمه العربي بالخير كان مهنيه، كان كيما يقولوا سيرفيابل، كان مهنيه هو، قال مثلا لما يكون هو في الثكنة ولا ديك مهنيه، الشغل المهنيه من كل شيء. هو لما طلع للرئاسة جابوه حطوه ثم، لما حطوه ثم هو انسان طيع، فهمت؟ طيع للشاذلي، يردي له السيرفيس، ما يكسرش راسه معاه، كيقول له حاجه والله اللي كيديرها. هو جاب الجماعه نتاعو، جاب عيط لهم، جاب نزار، جاب التويتي، جاب بوغزيل، جاب جماعه دورهم ثم حط سركل بهم الوسمو الى غايه نتاع ال 91، فهمت؟ النهار اللي طردقت البلاد من بعد. وهذه الجماعه يحكيوا لك على الضباط تاع فرنسا، مش بومدين اللي جابهم، اللي جابهم اللي وقصة دخلهم هو كريم بالقاسم، واللي وصلهم الديزاين قبل للسلطة الاستقلال. هو الشاذلي. طيب بحكي لنا على قصة انقلاب بومدين على أول رئيس شرعي للجزائر بعد الاستقلال. كيف هو رئيس الشرع؟ دوك احنا كي درنا الاستقلال ما كانش بومدين، كان رئيس راح لي اسمه يعني نسيت اسمه. على كان كل حال الرئيس كان بن رئيس أول فلة. اللي مسك الفترة كان الرئيس الانتقالية بن، هذه يا الأولى. ودي شوف نقول لك، شوف نقول لك، الانسان هذا اللي يدرس التاريخ لازمك تدخل نعم تصب المراحل نتاعو، ولازمك تشوفه في واسمه في الزمن نتاعو. ما لازمش انت تناقش لي موضوع دوك احنا في 2018 بحيث هو انه راه كاينه مؤسسات نتاع الدوله وكاين الدستور وكاين كذا، وتشوف لي انت الانقلاب كذا في تلك المرحلة. كاين قلت لك اتفاقيات انت ايفيو، اما انك انت تقبل بالشيء اللي راه درته فرنسا، وبالتالي ربما الان احنا رانا في وضع واحد اخر، واما هو انك انت ترفض هذيك الاتفاقيات انت وتناور مع فرنسا. وهذا الشيء اللي داروه بومدين وبن بلا والجماعة اللي كانوا ثم، كانوا رافضين القضية نتاع اتفاقية ايفيو. دونك درك بن بلا درك هما لما وصلوه باتفاق نتاع مجموعة ضاغطة في تلك المرحلة اللي هي قيادة الأركان والجماعة اللي راهم هما في النواحي، فهمت؟ ضغطوا هما ووصلوا بن بلا حطوه في الحكم. درك هما لما وصلوا حطوا واسمه بن بلا في الحكم، الفكرة نتاع الانقلاب راهو بن بلا هو نفسه، راهو كان حوار راه منشور في اليوتيوب، وين انه دار معاه اسمه ذاك احمد منصور في الجزيره حوار، راه يقول هو بن بله بالعظمه نتاع اللسان نتاعو باللي فكره الانقلاب كانت عند واحد اللي هو ما سماش هو اسمه عبيد، اللي هو كان مع طاهر زبيري. طاهر زبير. داروا هما فكروا في الانقلاب، بومدين كان معاهم، كان واحد معاهم. هو في تلك المرحله بن بله دخل في صراع، اولا صارت فيه احداث في المنطقه نتاع القبائل، اي تحمد واسمه هذاك محمد الحاج وجماعه هزوا السلاح، وكانت فيه واسمه مشاكل في مع المغرب نتاع الحرب الرمال هذيك. ومن بعد هو تسمى صار يتربب، هاي صار يتربب في تلك المرحله، بحيث هو انه جمع عده وزارات. الجماعه اللي كانوا معاه من بينهم بوتفليقه، فهمت؟ من بينهم بوتفليقه. هما تفاهموا على جال باش يديروا معاه انقلاب، بومدين كان معاهم. هما كي داروا انقلاب داروا مجلس الثوره، كانوا يخدموا مع بعضهم الى غايه وقيل حتى ال 75 ولا 76، ومن بعد داروا الانتخابات الرئاسيه بعد ما داروا هذاك الميثاق الوطني اللي داروه في ولماذا 76. كان محافظ يعني على محافظ على بوتفليقة بالجانب بتاعه، رغم أنه يعني كان عارف عليه أمورات فساد، وكان يعني بدون ما ندخله في أمورات ثانية كان عارف عليه كل شيء، كيفاش؟ ولكن كان محافظ عليه. دوك بومدين كان عارف
كلش واش راه صاري يعني، واش راه يدير بوتفليقة ذاك الوقت. واش كان بوتفليقة في ذاك الوقت؟ بوتفليقة ذاك الوقت كان وزير الرياضة، وزير الشباب والرياضة. واش كان شحال كان عمره؟ واش كان بوتفليقة؟ قال ترى قال درس في كبار الجامعات، كان انسان خارج من الثانوية. بمعنى الفصيح كان انسان فاسد ذاك الوقت. كان جون شوف بومدين كانت عنده صراعات مع المغرب. دونك حنا ما نمشوش بالعاطفة استاذ، كان جان وكان صغير وكان خاطي الطريق. واش من عاطفة هذا واقع؟ واش من عاطفة؟ كان قادر يجيب كفاءة ثانية يعني. كان الجزائر فيها كان ذاك الوقت 30 مليون على ما اظن. واش من كفاءة كانت كاينة؟ كيما ما كانش كاع كاين واحد اخر بديل بوتفليقة. شكون؟ اعطيهم لي، اعطيني الاسماء. عارف بلي اختلاس الفلوس درام وزارة الشباب والرياضة والجامعات والامارات هذه. كيفاش؟ ومن بعد راح عاود رجعوا جابوه حطوه وزير خارجية، وسماه هنا أصغر وزير خارجية في العالم. ها هو السياسة هذا كله إشراف السياسة الخارجية. وشكون اللي كان يدير فيها؟ كان يدير فيها بوتفليقة؟ نعم. كاينش اللي دير؟ بعد ما كان وزير الشباب والرياضة خرج وعاود رجع ولا وزير الشباب ولا وزير خارجية. السياسة الخارجية فرق بينك أنت دوك، أنت تكون ريبريزونطا واحد راهو يحطك أنت في بوست، ولكن هو اللي راهو يدير في السياسه الخارجيه. درك اللي راهو يدير في السياسه الخارجيه راه يدير كلام سهل. هذاك حاطين واجهه بوتفليقه، كانوا حاطين واجهه. كان واجهه. انا نجيب لك مثل يعني، عندنا مثل شعبي يقول قول لي شكون صاحبك نقول لك شكون انت. انت ما دام تجيب يعني انسان مثل هذا يبقى السؤال مطروح. تقول لي بومدين فاسد، اعطي الادله. انا مش نقول لك فاسد. ايه راك تقول فيها، راك تقول فيها، تقول لي انت شكون صاحبك ونقول لك شكون انت. اعطيني باللي بومدين فاسد. بومدين كان حافظ القران. لا حاسد. انا ما قلتش بومدين كان فاسد. انسان راه مرحوم، ما نهضروش يعني، نهضروا على المحاسن تاعو. انا نمشي لك على حسب ما قلت لي انت. انت قلت لي يعني هو كان واجهه، انت ما لقيتش غير واجهه غير بوتفليقه مثلا يعني. من الجزائر كوبلي 30 مليون ما صابش غير بوتفليقه يحطوا واجهه. شوف نقول لك، بومدين في تلك المرحله اولا هذا الانقلاب اللي احنا كنا نحكيو عليه اللي مشارك فيه هو بوتفليقه. بوتفليقه كان في تلك المرحله راهو محسوب على بن بله، فهمت؟ دركا واحد اللي راهو رايح يدير انقلاب على جماعه الحدود كما يسموهم. اصبرني باش نفهموا بعضنا البعض. درك بومدين في تلك المرحله لازمك تعرف باللي كانت كاينه ظروف. ما تقوليش العاطفه، انت اللي راك تستخدم في العاطفه. انا راني نحكي لك بواقع ونحكي لك بالعقل وبالمنطق. في تلك المرحله الجزائر خرجت من ثوره دامت اكثر من قرن و30 سنه. جزائر طبعا لا فيها مدرسه ولا فيها جامعه ولا فيها مستشفيات ولا فيها مرافق. الشيء اللي خلاته فرنسا، فهمت؟ المدرسه الجزائريه كانت شبه منعدمه. الشيء اللي كان موجود كانت القرى والمداشر اللي كانوا يقراوا في القران الزوي، لا مدرسه ولا محزنون. الجزائر منهكه محطمه باختصار. درك هو على جال باش انت تعاود تنهض بدوله بمجتمع نسبيا نتاع النسبه نتاع الاميه فيه اكثر من 80%. بوتفليقه في تلك المرحله يعتبر واحد من المثقفين، كان قرا في الثانويه. انت ما لازمش تشوف اللي انت درك الان واحد عنده تيرمينال بالمنطق نتاع الان نتاع 2018 واللي انت واحد عنده تيرمينال في تلك المرحله اللي راهو قرا في الثانويه راهو معناتها راهو وصل لمستوى كيما راه درك واحد اكثر من دكتور، فهمت؟ ما لازمش تشوف لي للمرحله ذوك المرحله ذيك. المدرسه ما كانش، الجامعه ما كانش. بومدين في تلك المرحله كان يحوس يبني. بالنسبه لي هذيك العلاقات الخارجيه ماهيش اولويه، هو الاولويه بالنسبه ليه كيفاش هو يبني في الداخل. كانت عنده صراعات مع المغرب ومع فرنسا. بوتفليقه كان يتحدث فرنسيه في تلك المرحله، يتحدث بفرنسيه يعني مقبوله، فهمتني؟ كان هو يمثل هذاك الواجهه، لكن السياسه الخارجيه الرئيس هو اللي كان يديرها. تذكر الان في 2018
راك تشوف باللي ويحيى راهو يقول لك برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وزير الخارجية راهو يقول لك برنامج فخامة رئيس الجمهورية. إذن درك بوتفليقة في تلك المرحلة كان يدير في برنامج نتاع بومدين، فهمت؟ بومدين هو اللي كان في تلك المرحلة هو الرئيس. وبالتالي درك انت لما تشوف الإنجازات نتاع بومدين في تلك المرحلة، بحيث هو أن الجزائر كانت يعني في الأرض بعد 13 سنة من الحكم نتاعو، شوف الجامعات اللي خلاها، شوف المصانع اللي خلاها، شوف الطرقات، شوف المستشفيات، شوف المدارس، شوف الثانويات، ومن بعد انت حاكمو على واسمو. ما تروح ليش انت تهز لي دركا بوتفليقة في 2018 راهو قاعد على كروسة تقول لي هذا بومدين هو اللي جابو. بومدين هاني نقولها لك على المباشر والناس يسمعوا، قسما بالله العلي العظيم نحلفك على المصحف الشريف، لو كان جا بومدين راهو حي هذا بوتفليقة يرحيه يقلبو كاشير، اقسم بالله يقلبو كاشير. هاني نقولها لك. ولكن الشعب انتخب على بوتفليقة حبا في بومدين، هذه فن الشعب انخادع، الشعب اللي هو مغالبة فيه العاطفة، فهمت؟ الشعب اللي غالبة عليه العاطفة هو يعتقد من انه لما مشى على مع بوتفليقة معناته باللي راه مشى مع بومدين. نعطيك ادله من الواقع، شكون اللي اقرب لبومدين، المرأة نتاعو ولا بوتفليقة؟ المرأة نتاعو. ايه. علاش ما مشاش المرأة نتاعو مع بوتفليقة؟ علاه ما مشاش معاه؟ هاو الان الاخ كان يحدث فينا الان قال لك باللي حبوا جماعه كانوا في اشبال الثوره، حبوا يديروا فقط يعني كيما نقولوا تظاهره على جال باش يحيوا الذكرى نتاعو منعوهم. هاك تسمع فيه؟ اسمع، كنت تسمع فيه ولا ما كنتش تسمع فيه؟ هذا محسوب على ابو مدين، هذه معروفه، معروفه هذه، ما يعني من زمان يعني، فهمت؟ يعني لما تجي الذكرى تاع السلطات يعني ما ديرش يعني، روح شوف نقول لك، هز الشخصيه نتاع ابو مدين وهز الشخصيه نتاع بوتفليقه، شوف السياسه نتاع ابو مدين مع امريكا، مع فرنسا، مع فلسطين، مع الأمة العربية، مع اللغة العربية، مع الثقافة العربية، في السياسة نتاع التصنيع، في السياسة الاجتماعية، في كل مجالات. شوف السياسة نتاع بومدين، شوف التوجهات نتاعه، وشوف الأهداف نتاعه المتوسطة وبعيدة المدى، وشوف ما الذي فعله بومدين، شوف العائلة نتاعه. روح سقسي الناس، روح امشي لدرك الان في 2018، روح امشي لقالمة، روح شوف العائلة نتاع هواري بومدين في تلك المرحلة. او كاين تسجيل راه موجود وين يحكيو مع احمد طلب الابراهيمي لما راحوا على جال باش يشوفوه هو في حالة يرثى في روسيا، حبوا باش يديو معاهم خوه بومدين، حبوا باش يديوه غير جوست باش يشوفوه، كي داوه ثم ما عجبوش الحال باش يشوفوا برك هو في مستشفى، الدراهم البي ما عجبوش الحال، قال له البي قال له اقتصوا من اسمه من الشهريه نتاعي. لماذا؟ لانه هو كان يفرق بين المنصب نتاعو كرئيس وبين اموال الشعب، فهمت؟ بمعنى انه يعني اسمه لو كان جا هو دوك راه مواطن عادي يديو له خو يروح يزوره في روسيا، ربما ما يروحوش ليه خلاص، فهمتني؟ احنا هاي المواقف اللي خلاتنا نحبوا مدينه. ايه. وشوف فرق في المقابل، شكون اللي راهو داير بوتفليقه، شكون اللي راهو داير به منذ الوصول تاعو للسلطه. النقطه الثانيه نحبسوا عليها، شوف المنطقه نتاعو، شوف المنطقه نتاعو، الجماعه اللي راهم دايرين بهم، رئيس البرلمان، رئيس الوسمو نتاع مجلس الامه هذاك، شكون الوزارات اللي راهم حاكمين في الجيش في كذا، مستعمل الجهوية بشكل بشع، فهمتني؟ طبعا. وشوف في المقابل بومدين، شوف وزير الشؤون الدينية شكون اللي كان في الجهوية، روح شوف شكون اللي راهم كانوا موجودين. دوك مثلا منطقة نتاع القبائل، كاين بعض من الناس هكذا ساعة ساعة انا نسمعهم هكذا يتكلموا عليه بشكل يعني حاقد وبشكل يعني كذا. شوف عبد الرحمن شيبان منين؟ عبد الرحمن شيبان من منطقة القبائل. مولود قاسم منين؟ من منطقة القبائل. وكثيرين من كلهم اللي حضروا ايفيان، كلهم من معاهدة ايفيان، كلهم منطقة قبائل. كثيرين من الناس اللي كانوا مع هواري بومدين من منطقة القبائل، ناس يتقنون اللغة العربية
وكانوا يخدموا في الجزائر وكانوا يساهموا باسمه، وكثير كثير من الشخصيات يعني هذو غير فقط اللي كانوا معروفين مثل عبد الرحمن شيبان وش اسمه ومولود قاسم، فهمت؟ مال القضية هذه نتاع بوتفليقة وبومدين ما عنده حتى علاقة به، صح هو كانت يا وشوف نقول لك هام هنا هام هنا قدامك، ما تروحش لي تروح ليش انت البومدين، هام قدامك هام جماعة كانوا معنا احنا وراه ابو جر سلطاني وراه عبد الرزاق مقري وراه عبد المناصرة وراه عمار غول وراه الاخر وراه الاخر، هم قدامك اللي هنا الناس واسمه غير بعد ما راح النحناح بالسلامه بالعافيه، لان لماذا كانوا متغطين بالبرنوس تاعو، فهمت؟ اللي خطر عليه كان هو حامل الدعوه وكان هو مضحي بنفسه ومضحي بالعائله نتاعو، وشوف وقس على ذلك، ومش غير هو، هام عندك هنا دوك الناس هذول يتحدثوا على بومدين، شوف لارسيدي وراه هذاك عم واسمه هذاك عمار بن يوسف وراه خالد تومي، هم قدامك بعينيك وانت تشوف، هم قدامك وزيد 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 وزيد، فهمت؟ قلنا على التوجه نحو النظام الاشتراكي، ها دوك حنا زمان كنا تابعين الجهه الراسماليه، بومدين هو اللي وجهنا نحو النظام الاشتراكي. شوف في تلك المرحله، في تلك المرحله الجزائر خارجه من استعمار لدام اكثر من قرن وثلاثين سنه، وكان عندك خيارين، كشما كانت في تلك المرحله دوله اسلاميه تمتلك اقتصاد وتمتلك صناعه وتمتلك تربيه، دول محطمه مكسره، فهمت؟ مصر كانت خارجه من استعمار، بس هذا هل انا السعوديه كانت خارجه من من اسمه من نعم، هل هذاك الوقت يعني ذيك كان من المفروض نديروا ثوره زراعيه ولا ثوره صناعيه؟ يا الاخ الكريم قلت لك ما لازمش تشوف اللي انت الان في تلك المرحله، شوف الجزائر خرجت من استعمار، قلت لك ما كانش ما كان موجود والو، دوك انت يا الدول هذه اللي كانت هي مصنعه وكانت هي في تلك المرحله تمتلك اقتصاد وتمتلك جيش وتمتلك صناعه، كانت روسيا وكانت امريكا، وانت خير الكلون تاعك اللي تمشي فيه، باسكو علاش انت الدوله والله الشريك هذا اللي انت راك راح تتعامل معاه، او روح انت دوك دير شراكه انت واحد حانوت، دير دوية حانوت، ولك لما انت تبدا يعني تتكلم معاه يبدا هو يشرط عليك ويقول لك دير لي كذا ودير لي كذا ودير لي كذا، دوك انت باش تتعامل مع دوله امريكا والله روسيا هما كما يقولوا يتعاملوا مع دوله اللي هي اخف الضررين، هما في زوج راهم عندهم اهداف وفي زوج عندهم نفوذ، تعاملوا مع دوله اللي هي اخف الضررين اللي هي روسيا، روسيا الجزائر في تلك المرحله كانت محتاجه على جال باش تدير صناعه، لا خطر على بها، قلت لك ما عندنا والو، بروسيا عاونت الجزائر عاونتها بدراهم ماشي هكذاك، وقدرت الجزائر هي انها تبعث ناس يروحوا يتكونوا في روسيا سواء في المخابرات ولا في يعني ثكنات مختلفه، سواء في الصناعه الحربيه سواء في القياده نتاع الطائرات الباخرات الى غير ذلك، على جال باش هما يديروا جيش كما نقولوا عصري، اللي هو انت ما لازمش تشوف لي الان الجيش راه في تلك المرحله ما كان والو، ما كان والو، هما تعاملوا مع روسيا ومع ذلك كانوا ساعه على ساعه يبعثوا ناس يروحوا لامريكا، ولكن اللي كانت عندها اليد الطوله هي روسيا، فهمت؟ لكن بومدين هو في التوجه نتاعو، خاطر كاين ناس اللي يقول لك هذا شيوعي، ما عنده حتى علاقه بالشيوعيه، كان هو يهز في بعض الافكار، الافكار هذه اللي هي ربما تبان للناس باللي هي افكار شيوعيه ومنه ومنه ومنه، هذه الوسم الامور الاجتماعيه هذه راها من صلب الاسلام، من صلب الاسلام، هو كان بومدين كانت النظره نتاعو بعيده، كان يشوف البعيد وكان ماشي بالشويه. طبعا ولكن هل هذا التوجه الان عنده تداعيات ولا لا؟ وش من تداعيات؟ دروك يعني الجزائر راهي حاصله بين امرين، زمان كما قلت لي كانوا دي كلون، عندك كلون منا ولا كلون منا، دروك ولينا حاصلين معاهم في زوج.
أو أنت والله غربي هذيك، أنا ماشي ساعة ساعة ها شوف، هاو عندك هاو حادث جرى هذه الأيام هذه، استاذ هاو حادث اي واحد راه كيدور على الحادث في حادث الجزائر حادث سواء كان في الامريكان. اسمع، حادث نعم حادث هاو جرى هذه الأيامات نتاع خونا عياش هذاك في المسيلة. طبعا الناس تحكي على الوالي، ولا تحكي الله على يرحمه استاذ. الوزارة، ولا تحكي على الرئاسة. حادث واحد، حادث نتاع واحد راح رمى روحه في، يعني انت روح دوك انت اربط روحك في بلاصه وحصلها في الوالي، فهمت؟ دركا هو يعني هاي بومدين، قضية بومدين في تلك طويلة، يعني هذا المرحله قلت قضية لك الجزائر كانت خارجه من استعمار. الان دركا بومدين راهو في القبر تاعو يا صاحبي، بومدين درك هو الله اللي راهو يرحمه يتحكم يستر. فينا دوك، راني نتكلم انا وياك. بومدين هو جرى في تلك المرحلة، كانت الجزائر خارجة من الاستعمار، ابن الشيد دار مدارس، دار جامعات، دار مؤسسات، دار جيش، دار صناعة، لكن فيما بعد صارت فيه قطيعة لما جاو ناس بعده حاولوا على جال باش ينتقموا منه، جاو من بعده. هذا المجموعة بالذات اللي كنت تحكي عليهم هذو نتاع ضباط فرنسا، بدليل هو انه حطموا هذيك المدرسة نتاع اشبال الثورة. لو كان مشات المدرسة نتاع أشبال الثورة مشات وكملت الوسم نتاعها، انت دوك شجرة لما انت تغرسها ماشي من نهار الاول راح تاكل الثمرة نتاعها. لو كان خلاوها درك الآن، كون درك هذه الجنرالات اللي راهم موجودين كون راهم كامل من مدرسة نتاع أشبال الثورة، كون هذا اللي راهم في القيادات في كل المجالات كلهم راهم من المدرسة الوطنية في الصناعة في كل المجالات. شوف المستوى نتاع الرياضة في السبعينات، روح عاود ارجع، راهم كاينين بعض المقابلات الرياضية، شوف الروح الوطنية اللي كانت موجودة في الجامعات في كل مجال، روح شوف وقارنها بالوضع اللي الآن احنا رانا فيه. طبعا استاذ، يعني انا حسب ما فهمت، يعني من بومدين للجزائر بدات تتكركب كما يقولوا باللغه العاميه. من الجزائر من وقت بومدين، من اللي توفى بومدين الجزائر ولات راحت الهاويه، هذا هو المفهوم. لا لا، طبعا الجزائرية في لا الوقت تقوم على لما رجل. حسب الفهم، في يعني ما شفت رؤساء الدول قاع، سواء من مثلا من اردوغان او الجماعات، يعني كثار لما يكون رئيس يدير جماعته الناس الخيرين يحوطهم به، شوف يعني إذا قضى ونزل يعني كاين في ظهره. دونك حنا من بومدين، بعد مومدين ما شفنا والو، ما شفناش اسمع الخير من بعد مومدين، شوف، بومدين، سواء في السياسة الخارجية أو في السياسة بومدين الداخلية أو هو في أي غصب مكان. الموت، فهمت؟ غصبوا الموت. بومدين كان ربما لو كان راه رايح يزيد، نقول مثلا واحد العامين 3 سنين، كان يبدا راه رايح يمهد لمرحله قادمه. بومدين لازم، قلت لك كما كنت نقول لك انا، لازمك تشوف انت الظروف اللي مرت بها الجزائر خرجت من استعمار. دوك انت المدرسه باش تبدا انت تجيب لي فروي نتاعها، لما انت تخرج مثلا اجيال راه تدرس، باش انت شحال باش انت تخرج جيل، شحال لازم لك واحد باش يقرا هو في 30 سنة الابتدائي ومن بعد المتوسط ومن بعد الثانويه ومن بعد الجامعه، شحال باش انت تخرج دكتور، شحال لازم لك؟ احنا الجيل نحسبه 33 سنة الجيل. هو في تلك المرحله كان يكون بدا يدير في الصناعه، بدا يدير في تعبئه تاع الطرقات، بناء تاع مستشفيات الى غير ذلك، وجا ماشي جا ماشي. الناس كانت تحوس الخطر، علاج دوك انت مثلا تشوف انت الايت حمد، ايت حمد نقولوا مثلا هو المطالب نتاعو، والله قال مثلا والله خيضر، والله من الناس اللي كانوا هما يديروا في السياسه، ماشي هي نتاع المطالب نتاع المواطن هذاك اللي هو راهو فقط يحوس يخرج من فرنسا وباسطه بالنسبه ليه، فهمت؟ المهم تخرج فرنسا الله ان شاء الله ياكل الرمل ما يهموش، مش نفس المطالب اللي كانت هي موجودة عند الثقافة هذيك اللي هي كانت موجودة عند طبقة، يعني كما نقولوا نخبة هكذا. عامة الشعب في تلك المرحلة كانت النسبة نتاع الأمية فيه يعني ما تقدرش تصورها. بومدين هو ما بالنسبة ليه كانت كاينة بعض الأمور مش وقتها، تسمى راها جاية ربما فيما بعد. الان بعد ما خرجنا احنا من فرنسا لابد هو انه نصنع الغذاء نتاعنا، لازم نصنع اللباس نتاعنا، لازم نصنع العتاد نتاعنا
باش في المستقبل احنا لما تصير دولة سيدة تتحكم في الاقتصاد نتاعها، تتحكم في السياسة نتاعها، في التربية، في الصحة، فيما بعد احنا نديرو امور واحدة اخرى. وكما قلت انت سبقات الموت وربي يرحمه، واحنا مع عقلية بومدين يعني كعقلية، احنا نحب الوطن دائما واقف، وان شاء الله ربي يجيب الخير لقدام. السلام عليكم يا استاذ، وخلوا ناس اخرين يشاركوا معك. وعليكم السلام. شكرا. شكرا. انا كنت والله غير ماذا بيا باش نسمعكم انتم، لخاطر دوك انت راك صرت انت اللي تحاور فيا. معليش معليش، حصل خير يا استاذ. معليش، ربي يكون معك الاخ عبد الرزاق، وتحياتي للاخوه اللي راه معك في اسيا. شكرا، اهلا وسهلا. ربي يبارك السلام فيك. عليكم. نشوفوا ترى هذا الاخ سليمان. اخ سليمان سلي، عندك خلل في الهاتف نتاعك. شوفوا هذا الاخ تاع اخونا نتاع السعوديه. المهم الاخوه اللي راكم تتبعوا فينا اصبروني السلام شويه. عليكم. وعليكم السلام. اهلا الاخ عبد الخالق، هكذا بارك الله فيك. واش راك استاذ راني شفيت لاباس؟ عليك. لاباس الحمد لله، واش راك تاعي؟ والله غير بخير. الله يجزاك خير باش عطيت لي الفرصة هذه. ربي يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا على كل حال يعني من مواليد يعني التسعينات، ويعني ملحقت على الرئيس هواري بومدين رحمه الله. ويعني في الحقيقة يعني قرأت لك مقالات، ويعني قرأت لغيرك يعني من سبقك، مثل يعني الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في لقاءاته عبر الجزيرة وغيرها، بعض الكتاب من أوفى يعني هذا الرئيس الراحل حقه يعني في الكلام. لكن أريد أن أتكلم يعني على بعض الصفات أولا يعني كان الرئيس يعني أحيا مسار اللغة العربية ودفع بها في عهده إلى الأمام يعني. وكانت يعني شخصيته رحمه الله يعني متربية على القرآن ومتربية على حب اللغة العربية. ولما سئل الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة، قال يعني بنص كلامه: ما رأيت الرئيس ولا سمعته يتكلم الفرنسية يوما، لا مع الوفود ولا مع غيره، بل كان يطلب مترجمين في لقاءاته مع الوفود. والرئيس نعم. رحمه الله كان أول رئيس تكلم باللغة العربية في الأمم المتحدة، والجميع يذكر ذلك الموقف العظيم لما وقف الجميع مصفقا ومبجلا لهذا الرئيس، اللي في الحقيقة يعني أعطى صورة للعالم من يكونون يعني أبناء الجزائر ومن تكون الجزائر يعني. أما الجانب الثاني فهو من ناحية يعني الشخصية الإسلامية، الشخصية القرآنية التي كانت في الرئيس هواري بومدين، حينما يعني كان يعني يحب العلماء ويحب الشخصيات الإسلامية، حينما كان ينظم ملتقيات الفكر الإسلامي، وحينما اختار الجمعة إجازة بدلا عن الأحد، وحينما افتتح جامعة قسنطين للعلوم الإسلامية، وغير ذلك يعني. قبل لما يعني درس في الأزهر، والجميع يذكر يعني رحلته إلى الأزهر في دراسته. الجانب الثالث القضية الفلسطينية، واسمح لي إني أقرأ لأن يعني مش يكون يعني كلام معليش، ما مطول فيش يعني. مشكل. الله يبارك فيك. في القضية الفلسطينية أولا بدأ بقطع العلاقات مع الأمم المتحدة، وقام بجولة للمشرق يستنفر القادة هناك للحرب، وأرسل الوحدات والدعم العسكري للدفاع عن القضية الفلسطينية. والذي يريد الاستزادة في هذه المسألة، في مسألة وقوفه مع فلسطين، يراجع شهادة الإطارات المختلفة وشهادة الإعلام العربي المختلف وأقواله المشهورة كذلك المختلفة. أما الجانب الثالث يعني الرجل كان زاهد ومتورع من ناحية المال العام، والرجل لم يسمح لأي أحد من أفراد أسرته للولوج في عملية السلطة، ولم يكن جهويا في اختيارات رجاله، بل كان زاهدا ومتورعا في المال العام.
وأنا أشبهه في هذا الجانب بعمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا الجانب. ومما يثبت هذا الجانب تورعه الشديد وحرصه على أن تكون خزينة المال الجزائري للجزائريين، سواء في موقفه من قضية المحروقات وقضية الغاز وقضية البترول، لما أمم المحروقات وأمم البترول وأعطى درس للفرنسيين بأن الاقتصاد الجزائري للجزائر، وأجبر الفرنسيين على التأقلم على هذا الوضع. وكذلك أنا سمعت ما رواه الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي حينما مرض الرئيس وذهب إلى العلاج، كان الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي يريد زيارته، فأول ما رفع عليه السماعة قال له أنت جاي بطائرة على حسابك الخاص ولا على حساب السلطة؟ قال له إذا الدولة. قال له أنا قال له هذا مرض شخصي أنا، فإذا كنت يعني تزورني تأتي على حسابك ولا على حسابي يعني. وهذا الرئيس سبحان الله يعني من الإجحاف اتهامه يعني وهضمه حقوقه، لأنه لا الوقت ولا للزمان يعني خدم هذا الرئيس. ويعني سمعت بعض المقالات من يشبه هذا الرئيس بالرئيس المظلوم، الشخص أتى الجزائر في يعني في بداية النهوض، الضغوطات الاستعمارية، البناء الداخلي لم يكن يعني قائم. فبعض السلبيات الحسنات الجليلة تغفر لها. هل يستطيع أحد في رأيي يعني أن يقارن ما يعني من خلف الرئيس بومدين بهواري بومدين؟ أنا لا أعتقد أنه 20% أو 30% يعني يكون يعني مثلا لا في زهده في السلطة، لا في وضع الجزائر في المقدمة، وضعنا وضع الجزائر في مقدمة الدول، يعني وقوفه مع القضية الفلسطينية كان في بناء الاقتصاد، ولكنه كما تفضلت يعني أنه يعني الله سبحانه وتعالى يعني أخذ الأجل بتاعه، ولذلك يعني ما أكمل المسيرة. لكن يعني من الأسباب اللي يعني التي جعلت بعض الناس يعني، أنا سجلت بعض السلبيات يعني اللي نعم، للأسف الشديد الأخ عبد الخالق خرجت، أتمنى هو أنه يكون. شوفوا ترى هذا الأخ نور الدين، هذا المقدم نور الدين، الأخ بخروبة صبرني شوية، شوفوا ترى مع هذا الأخ نور الدين هذا، وشوفوا ترى بالك نقدر نطلعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. بيك ويسلمك الأخ الكريم، كنت نشاهد من أتبع في الحصة تاعك كامل. نعم. أنا من مواليد 1900 من مواليد 1979، يعني فتقدر تقول العام اللي ثمانية زدت فيها أنا مات فيه ما السبعينيات، العام اللي زدت فيها أنا مات فيه الهواري الله يرحمه. سبعينات بصح هذا الرجل، العلماء الغرب حيرهم عيا ويدرسوا باش يلحقوا العقل تاعو برك. الحق حتى للدرجة الوين انه وين مات، هو اللحظات اللي مات فيها في السنتين الاخيرتين اللي مات فيهم، الحق باش يجمع العرب ويدير لهم عملة خاصة بهم العرب، ويوحد اللغة العربية باش تدخل اللغة العربية تولي من أهم اللغات في المنابر العالمية. يعني هذا الرجل ما تقدرش توصفه، ما تقدرش تعطي له حقه بقد ما تعبر عليه، بقد ما هو ميت دوك مخوفهم سبحان الله العظيم، أو ميت 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 مازال مخوفهم. كانوا متمنيين بعض الناس في الغرب كانوا متمنيين باش ينحيوا العقل تاعو، يدفنوه وينحيوا العقل تاعو، يديوه يجمدوه ويدرسوه واش كان كيفاش كان يخطط وكيفاش كان الشي. ناس تهدر على الديكتاتورية تاعو، بصح كاينة بدعات، بدعة حسنة وبدعة سيئة. هو البدعة هذه حسنة، الديكتاتورية تاعو حنينة مليحة، جاية لصالح الشعب، جاية لصالح الدولة، جاية لصالح العرب بصفة عامة. البدعة تاعو مليحة. الشعب تاعنا احنا بومدين شحال حكم سنة، حكم بالكثير حكم 13 سنة،
في الطاسنة تاعو ويقول لك ديكتاتور، هضر على اللي حكم 20 سنة واش دير في 20 سنة يا سيدي. هو عندهم غير واحد برك اسمع، غاب باش ينقذوا واحدهم قعدوا معه 10 ايام وخرجوه ميت. هذا غير عياش الله يرحمه منا من ضواحي المسيلة، انني من برج بوعريريج منا من ضواحي المسيلة، ذوك 10 ايام 9 ايام اليوم التاسع بجبدوا هذا انسان واش في تيو 30 متر. هذاك واحد المدير تاع الشركه تاع حاسي مسعود قال للرشيد نكاز، قال له كان لقونا ضرب قال له يعطيونا ذوك لوتوريزاسيون ثلاث ساعات نخرجوه، ثلاث ساعات قال له نخرجوه. يعني تسمى احنا ما حبوش يعطيهم لوتوريزاسيون على جال اساس باش ما يطيحوش برواحهم، باش ما تطيحش القيمه تاعهم. بتبع في عهد الهوي بومدين الله يرحمه دار زياره للامارات العربيه، الامارات في ذاك الوقت كانت صحراء. نور الدين، اخ نور الدين، منين البرج؟ منين اخويا البرج هذه راه كبيره يا ايوا صاحبي، قول البرج هذه راه كبيره، فيها راس الواد، فيها المهير، فيها المنصوره، فيها التغروت، فيها العناصر، فيها بليمور، فيها عين تسرها، فيها قول تفضل الاخ نور الدين. ولاد براهم، ولاد براهم بلدية، ولاد براهم بلدية الشيخ العلامة البشير الإبراهيمي. راس الواد ما شاء الله. ربي يعيشك. الشيخ الهواري بومدين الله يرحمه، نعم راهو يبدو الاخ نور الدين عندك بطء في ان شاء الله في سنه للانترنت. عارف 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 الانترنت في ولاد برام، هو لازم هذه هدى فرعون هذه لازم تهتم بالمنطقه هذه. شويه الانترنت راه شويه عيان، راك تسمع فيا؟ انا اسمع فيك. قلت لك في العهد تاع الهواري بومدين دار زياره للامارات العربيه، دار لهم زياره يتنبأ لهم على الجزائر، قال لهم في سنه 1990 ان شاء الله قال لهم لحي راح تكون الجزائر من الدول العظمى، قال لهم بربي ان شاء الله باذن الله راح نوقفوا معاكم ونساعدوكم وما نخليوكمش وكذا، ويعطي لهم في خطط كيفاش يمشي ويمشي اسلام. شو متزاير في 2018 وراها والامارات وراها. نعم. يعني باش تعرف باللي هذا الانسان هذا نادر صح، ما كانش انتروبابل. ما كانش بشر كيف الهواري بومدين، محال. قال لك السيد دوك 30%، ما كانش عنده رؤيه بعيده. الهواري بومدين كانت عنده رؤيه بعيده بزاف، مش بعيده برك. المشاريع اللي راهم يخدموا فيها دوك كل تاع الهواري بومدين. مشروع اعمار الصحراء. وإعمار الحدود الجزائرية، مشروع الهواري بومدين، السد الأخضر يقدروا يخدموه هما طارق، طارق اللي سموه طارق سيارات. مشاريع، هذه المشاريع تاع الهواري بومدين، إعمار نروحوا غير للسد الأخضر برك، خدموا الهواري بومدين، يخدموه هما دوك في والله ما يخدموه. أنا نزيد لهم 20 سنة أخرى لكن نخدموا هو السد الأخضر. ما يخدموهش، ما يقدر، هو ميت ومخوفهم. غير بالقضايا العربية برك، الرجولة تاعو والشهامة تاعو بالقضايا العربية برك، تشوف الرؤساء كيفاش يتكلموا عليه برك تشبع خلاص تستقنع. قال لك ديكتاتور، شوف حلال العين يا مرج، احنا الشعب احنا نحبوا الديكتاتور، بصح ديكتاتور يكون ديكتاتور من ديكتاتور، ديكتاتور كي الهواري عادل معليش على العين ديكتاتور عادل، ديكتاتور كي الهواري على العين والراس، بصح ديكتاتور كيما هكذا راجل ما عندوش حتى ما عندوش 100,000 تحته باش يشري ساكا دقيق لولاده، وواحد يفز ديبات يبرح بالملايين يفز فيهم يطيش فيهم هكذاك، هذا ديكتاتور، هذه ديكتاتوريه 20 سنه حكم دوك، اي 20 سنه هو حكم 13 سنه خرج الجزائر من الغرق، وكان في ذاك الوقت كانوا اكل متنافسين على السلطه وخارجين من الثوره، وكل واحد يقول انا زعيم، وكل واحد يقول انا راجل، وكل واحد انا يقول انا الرئيس، وكل واحد يقول كان انا الجزائري يجي لفرنسا بلا فيزا، كان الجزائري بارتو وين يروح راسه مرفوع،
يوب سون فيزا يمشي وين يحب، سون فيزا يمشي بلا كارد تيتي ويمشي راسه مرفوع ويفتخر يقول انا جزائري. انا كون نخرج لها تونس نحشم باش يقولوا انا جزائري، ندرق الباسبور تاعي ندرقوا، الله غا عيبه نقول له انا جزائري عيب. راك تشوف فيهم دوك كيفا ولاو التحفيف وكيفا ولاو لقاو لا ليبرتي توتال ولقاو واش من ديكتاتوريه. الديكتاتوريه هذه مش حتى ما با ديكتاتوريه اللي راه حاكمه بحكامه صح وتضرب في العصا، ما كانش ديكتاتوريه فيلسا، ديكتاتوريه تاع نهب وسط واحتيال كذا، كلش تمشي كلش بالدور وبالصوارد بالرشوه بدعوي الشر كلش هذه ماهيش ديكتاتوريه. هذه حتى في الديكتاتوريه ما تقدرش تصنفها للديكتاتوريه، سبحان الله العظيم. بومدين كي نقول ديكتاتور صح ديكتاتور، صدام حسين كي نقول ديكتاتور دوك ما ولاوش عراقيين. الناس لا تفرق بين الصرامه والاستبداد، بومدين كان صارم يحرك يقصلوا الظلم كان صارم ما كانش ديكتاتور. يعطيك الصحة الدليل هو انه كان يشاور الديكتاتور، يشاور الديكتاتور ما يشاورش. بومدين كان صارم شوف غير يحرك يعطيه الدماغ، كان صارم في القرارات تاعو وديما يقول قررنا، ما عندوش هذيك تاع لعب فوت يقول قررنا قررنا والله ويطير راسه وما يوليش اللور. مستاش المارشاريير ما عندوش طول مهرسو القدام، يمشي القدام ما مارش القدام. اما احنا نشوفوا فيه تاع الثورات الزراعيه اللي دايره مازالتهم عاد هنا عاد في راس الواد، والله غير مازالوا دوك ومازالوا يخدموا في الاراضي تاعهم ويخدموا فيهم ومازالوا يفلحوا فيهم ومازالوا دوك ناكلوا منهم. لا سبحان الله نكذبوا والله. شوف ذوك العراقيين كي ولاو يبكيو على صدام حسين. واش كانت تهدف؟ كانت تهدف لي واش اسمه كيما نقولوا للامن الغذائي، فهمت؟ على جال باش انت يحقق الاكتفاء الذاتي وكذا. هاي ذوك الناس الان في 2018 راه تحكي على البديل ما بعد البترول، يحكيوا على السياحه ويحكيوا على الفلاحه وكذا. هو كان يخدم فيها واش هو ربما الاشياء اللي هي مازال ما وصلهاش، هو انه التكوين تاع الانسان الجزائري كان يتطلب وقت. ولكن الناس اللي جاوا من بعده واش داروا؟ تدرك انت مثلا قال بوتفليقه تروح انت تبني لي جسر فيه مثلا زوج كيلومترات في البحر، وفيما بعد الانسان الجزائري هذاك يجي هو يدير له حاجه ثم ويهبطوا في ليله. وراك تشوف فيهم انت ديور يروحوا يدخلوهم دار جديده او قطار جديد يدخلوا، تدخل المواطن هذاك يروح هو من بعد يبدا يقعر لك الكرسي هذاك والله مانيش عارف. انا تشوف فيهم التران يكسروا، لماذا؟ لانه هذا المواطن الجزائري محتاج الى تربيه، محتاج الى تكوين، محتاج الى ثقافه، محتاج الى توعيه، محتاج الى اعلام، محتاج الى حوار، محتاج الى مشاركه، فهمت؟ وهذه المسائل هذه اللي المفترض هو انه الناس تخدم عليها. ما قيمته هو انك انت تروح تدير مصانع وتدير انت كذا وتدير انت كذا ولكن ما كونش الانسان الجزائري. نحن الان محتاجون الى الاهتمام بالمواطن الجزائري. وعلاش درك مثلا ها ودرك هذا الاخ هذا اللي راه ودرك هو حتى من بعد مات وصار بطل، صار وطني وصار ما ينحيش الكاسكيطه من راسه وصار فنان وصار كذا، بعد ما كان مشتاق واحد يتكلم معاه ما يلقاش واحد يتكلم معاه والله يهتم به. هذا الاخ نتاع هذا اللي مات في البير، هذا نتاع واش اسمه، هذا نتاع النواحي المسيله، لانه محتاج. لو كان نقولوا مثلا راهو كاين مثلا مركز ثقافي ثم والله حاجه اللي هي تسمح له على جال باش هو يطالع العالم وكذا وكذا وكذا، وربما راه كثيرين من الناس، فهمت؟ كثيرين من الناس وراه كل واحد كيفاش يموت، واحد يموت في البحر، واحد يموت بالزطله، واحد كل واحد كيفاش يموت. اسف جدا هو انه الاخ تاع راس الواد هبط. اصبر تشوف الاخ اللي قلت لي بو خروبه وراك بو قال لك الاخ ابو خروبه ما عندكش كيفاش نطلعك، يبدو هو انك ماكش تستعمل في الهاتف. اذا كان راك تستعمل في الكمبيوتر ما نقدرش نطلعك الاخ ابو خروبه. شوفوا ترى هذا ركاب اسماعيل.
أودي الأخ عبد الخالق، شوف بومدين الإنسان اللي يحب يقتله هو يعفي عليه، فهمت؟ الإنسان اللي يحب يقتله يعفي عليه، ناس ما على بالهم مش راه مغار هكذا كبر، كاينين الناس اللي مشبعين بالحقد وبال. السلام عليكم أستاذ وعليكم نوردين، السلام، مرحبا بك الأخ اسماعيل. كيف حالك؟ بخير؟ الله على بس، الحمد لله، الله يبارك فيك. بادي أن أقول، خليني نقول لك أني نحبك في الله. ربي يبارك فيك الأخ اسماعيل. الله يبارك فيك. نبدأ على الرئيس الهواري بومدين رحمة الله عليه. يعني خليني نقول لك أستاذ نوردين، الرئيس اللي يعني شرطي العالم أنا ذاك كينيدي، ما قلت الشهيرة يقول جامري بيان اونتوندغ مي جام با لو فواغ. هذا الشيء هذا موثق، يحكي على الرئيس هواري بومدين رحمة الله عليه، يقول جامري بيان اونتوندغ مي جام با لو فواغ. الإنسان اللي كان رئيس في وقت التسعينات، هذه ثاني موثقة في مذكرات بيل كلينتون، يقول كنت نخاف من أمي ومن الامتحان ومن هواري بومدين. يعني موثق، أنا يعني اطلعت عليهم، وتحب نبعث لك يعني نسخات أستاذ، ما في مشكلة. هذا الشيء هذا الرئيس، يعني الرئيس اللي أنا وقت يعني وقت السبعينات، الجزائري كي يخرج للخارج كي يشوفوا الجواز الأخضر، أبا 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 بومدين، يعني النيف طالع في السماء. هذا يعني في القبر ونفتخروا به، ما ملحقنا لوش. أنا من مواليد الثمانينات أستاذ نوردين، نفتخروا به كما يحكي لي بابا، ربي يحفظه ويحفظنا آمين يا رب والدينا إن شاء الله. قال لي أنا كنت ولد فلاح، يعني الجد تاعي فلاح أنا ذاك. ونهار اللي لحقت وربي مكني وتوفقت في الدراسة تاعي، رحت مبورس، عطاني بومديني مبورس ليترونجي، وتمكنت وقريت في موسكو، هذا بفضل الله تعالى، ولكن بومدين اللي بعثني بدون معرفة بدون قصد بدون والو. أنا ولد فلاح ما عندي حتى معرفة، بومدين بعثني نقرأ. إنسان يحب الفلاح ويحب الطالب ويحب الثورة ويحب الأرض، واش هذا الإنسان اللي ينتقدوه بس يحب؟ يعني خليني نقول، يعني الأغلبية اللي ينتقدوا بومدين رحمة الله عليه هم بعض الإخوان من القبائل. علاه ينتقدوه؟ هو بومدين رحمة الله عليه حبي آخي الجزائريين، يعني في يعني احد الحوارات تاعو سألته واحد صحفية فرنسية، قالت له علاش انت ديكتاتوري على الشعب تاعك؟ تبسم رحمة الله عليه، تبسم وجاوبها باستهزاء، قال لها انتم قعدتوا 132 سنة هنا، قال لها خليتوا القبائل الشاوية بني مزاب الترقيين العرب خليتوا قاع الور باش يتخاواو ويولوا إخوة ويولوا جزائريين، ما كاش هذا الشاوي وعربي وقبايلي، جزائري لازم تكون الصرامة، لازم تكون الصرامة كيما راك تقول انت أستاذ نور الدين. الناس ما تفرقش بين الصرامة وبين الديكتاتورية. إنسان أخ أمين اصبر شوية، تفضل أستاذ. لا لا، واحد الأخ أمين مقبل ويكتب انت طلعني، اصبر شوية. نعم، يعني الإنسان يعني اللي كون في الوقت، يعني قاعنا عارفوا باللي الجزائر كانت خارجة من الاستعمار، استعمار يعني هدم كلش، يعني مبنية دولة تبنى، يعني إيه كانت بداها من الصفر. إيه إيه بداها من الصفر، إيه صح، بداها من الصفر، يعني كانت نسبة الأمية حوالي 90% أستاذ. يو ماشي غير من الصفر، من الصفر وتسمى دوك انت الاداره مثلا في تلك المرحله. فرنسا لما خرجت هي ما داتش كلشي معاها، راهم قعدوا ناس في الاداره، فهمت؟
في الإدارة متغلغلين، سواء كتاب ولا كانوا يشتغلوا في الإدارة مسؤولين، تلقى واحد أمين عام والله مرتبط، أمين عام نتاع بلدية مرتبط بفرنسا، كانوا ناس داخل الجيش مرتبطين بفرنسا، في المؤسسات قال مثلا في التلفزيون، في يعني مؤسسات مختلفة كانوا مرتبطين. وانت يا دركا عندك شعب نسبة الأمية فيه في 80%، أكثر من نعم 80% نسبة الأمية، شحال الإطارات اللي كانوا موجودين في تلك المرحلة؟ قليل واحد. قليل قليل كاينين اللي يتحسبوا على اليد. ايه كاينين اللي نقولوا مثلا عرضت عليهم مسؤوليات ما حبوش، قليل فهمت؟ وهو كان يبني، لازمك انت باش تبني مدرسة، باش تبنيها لازم يكونوا عندك اساتذة. بارك الله فيك. اساتذة ما كانش، هما ولاو كانوا يروحوا، كاين اللي راحوا كانوا يقراوا في تونس، يقراوا في الزيتونة، كاين اللي قراوا في المغرب، وكان اللي قراوا في العراق وقراوا في مصر، ومن بعد ما كانش اكتفاء، ولا صار هو يستورد، صار هو يجيب في اساتذه من فلسطين، من مصر، من العراق، من سوريا، وقعدوا في الجزائر، صاروا هم يقريو. وكاين بعض من الناس دوك الان يتحدث لك الامازيغيه، كش ما كانت كاينه كتب، كش ما كانت عربيه، راها موجوده، عندها كتب، عندها مؤلفات، عندك حتى اذا كان ما كانش اساتذه، ولكن عندك دوك انت راك، كانت الجزائر فرنسيه يعني بالشكل اللي كان موجود، بحيث هو انه المدرسه كانت فرنسيه. أمام الذهنية أستاذ، الذهنية تاعتي كانت فرنسية. يا الدركة هم الدرك ما قدروش الآن، أنا في 2018 ما زال يقول لك لاري ديزلي ولاري ميشلي الدرك الآن، بارك نعم. فهمت؟ خليك تشوف أنت في التقاليد نتاع الناس، في الكلام نتاعهم. أنت الآن احنا نتحدث يعني بلغة بسيطة، ما رانيش نستعمل في عربية فصحى اللي راها معقدة، كلام بسيط هكذا اللي يفهموه الناس. كاين اللي راه يجي يقول لك، يكتبها لك، يقول لك أنت تهضر لي بالعربية نتاع السعودية. يعني العربية حكر على السعوديين، ايه يعني والله وتحكي لي نسأل الله بالمصرية، العافية. حب يعني كاين نحكي له هو ناس بالجزائرية. الجزائرية وش هي بالنسبة له؟ هو انك انت تخلط كلمة عربية وعشرة فرنسية، كما يعني هو الجزائرية بالنسبة له اللي يتكلم بها عبدو سمار، هذيك هي الجزائرية نتاعو. انا هذيك ماهيش الجزائرية نتاعي، انا نتكلم بكلام قريب للغة العربية، نحاول أن نتحدث باللغة اللي قريبة للغة العربية، نحاول ننقي الخطاب نتاعي من الكلمات الفرنسية، حتى باش أنا نسترسل في الكلام نتاعي باللغة العربية، أو بلهجة أو بلغة قريبة للغة العربية. ما نحبش أن نستعمل مصطلحات كثيرة باللغة الفرنسية، لأنه لما تحب تتكلم بالفرنسي تكلم من البداية للنهاية، ما تتكلمليش بالعربية كلمة فرنسي وكلمة عربية، كلمة فرنسي وكلمة عربية، والله كلمة عربية وعشرة فرنسي، تكلم باللغة اللي قريبة للغة العربية، نقي الخطاب نتاعك. وهكذا كل واحد يحاول يجتهد، أنا راني نجتهد على جال باش تكون اللغة نتاعي أقرب للغة العربية. هذه نضرب لك مثل على ذلك أستاذ، بومدين رحمة الله عليه كان يتقن الفرنسية، ايه يتكلمها، ولكن لكن يتكلمها مع ما كانش يحب الصحفيين، يتكلمها، مع الصحافة، والله ما فهمت. كانش يحب يتكلمها، يعني يتكلمها إلا إذا كان مضطر مضطر مضطر. غالب الأحيان يتكلم بالعربية ولا يتكلم بلهجة الشعب، يعني كما يقول هو لهجة الفلاح. هاك تشوف كيفاش راهم يبادلوا باللغة العربية، شوف يكتب لك في اللغة العربية يعني بالذمة، يكتبها لك بالاحرف نتاع اللاتينيه، ولا يفرقون بين عندهم واحد الحقد على بالك على العربيه والاسلام، الله اعلم به. الإسلام أستاذ، الإسلام، الحقد على الإسلام، عندهم الحقد على سيدنا عقبة بن نافع رحمة الله عليه وعلى الإسلام، هاو الحقد تاعهم، يعني حقد واضح ظاهر للعالم الإسلام. نسأل الله العافية. واش تحب آمين. يعني ما نهبطوش المستوى ذني، ما لازمش نهبطوا ليه لا المهم يعني. نحاولوا إن شاء الله نفتحوا هذه النقاشات، احنا ماذا بينا باش يجيو هكذا الشباب يناقشونا
يعطيو الرأي نتاعهم وفق الاحترام، ومرحبا بهم، ما كان حتى مشكل. يعني الناس شكرا في مستوى النقاش. شكرا الأخ إسماعيل، نشوف ترى نمر الإخوة آخرين الله إن شاء الله نزيدو نتواصلوا. ربي يبارك فيك الأخ إن شاء إسماعيل، الله. ليلة سعيدة، السلام عليكم. الله يبارك فيك. شكرا الأخ إسماعيل. نشوفوا ترى الأخ أمين ما راكش موجود في القائمة. أصبر ترى، شوفوا ترى الأخ أمين هذا بلاك لا عاد يفوت. شوف انت اللي راك تسب، وراح شوف مكان واحد اخر تمارس فيه الشعوذة نتاعك. شوف مكان واحد اخر تمارس فيه الشذوذ الفكري نتاعك والحقد والضغينة اللي راك حاملها. ماكش مقتنع بالشي اللي رانا نديرو فيه، تكرهونا متحبونيش، واش جايك دير عندي؟ شوف وراه ما عندكم صفحات نتاعكم وين تمارسوا الشذوذ الفكري نتاعكم. زيدوا انفصلوا علينا، تحاولوا تنفصلوا على الجزائر. الجزائر مش نتاع، ماهيش، ماكمش تحسوا في روحكم باللي جزائري. زيدوا انفصلوا علينا في الفيسبوك، هانا عندنا صفحات، انفصلوا علينا، ما نحتاجوكمش يا سيدي. اي روحوا شوفوا صفحات واحده اخرى ومارسوا فيها اخ امين راني دخلتك، فهمت؟ زيد نحاول المره الثانيه، هاني نطلع فيك يا صاحبي، هاني نطلع فيك وتتقول لي الأخ صادق اصبر شوية. المرة الثانية هاني زتعاود طلعتك، كي تجيك الانفيتاسيون دير اكسبت يعني جال باش انت تقدر ايه صحيح الأخ مهدي. لو نعرفهم هذ الناس هذو مشبعين بالحقد، فهمت؟ تربوا على الحقد، تربوا على كره العرب، تربوا على كره الإسلام، وحاطين رواحهم باللي حنا رانا عنصريين ورانا كذا. ناس مرضى هذو لازم لهم مستشفيات، هذو مستشفيات اللي تعالج الأمراض تاعهم هذه. تفتح له المجال، أرواح تكلم بهدوء، تكلم بحرية، تكلم وفق الاحترام. الأخ أمين راني طلعتك المرتين، آسف. شوف ترى نزيد نعاود المرة هذه، لما طلعتش المرة هذه أصبر الأخ محمد، لما طلعتش الأخ أمين المرة هذه فرصة واحدة أخرى. هاني طلعتك المرة الثالثة باش نعطي فرصة لإخوة آخرين راهم ينتظروا. ناس مرضى بالحقد، فهمت؟ مرضى بالضغينة، والله منهم اللي لا يعرف بومدن ولا يعرف الإسلام ولا يعرف اللغة العربية. هكذا برك الناس تربوا على الحقد وتربوا على الكره الآخرين ويجمعوا. دوك أنا وش علاقتي أنا بناس راهم في السلطة؟ راهم دوك هما ارتكبوا أخطاء، ولا راهم ارتكبوا حماقات، ولا راهم قال مثلا عنصريين، ولا راه جهويين، ولا وش علاقتي بهم أنا؟ علاش أنا نتحمل الاخطاء نتاع الاخرين؟ علاش درك انا لوك واحد يجي يسب نروح انا نسب القبائل؟ ما كاينش منها. راهو دوك هو تكلم اخ امين، للاسف الشديد طلعتك ثلاث مرات، ما الى عندك مشكله في الهاتف نتاعك. نشوفوا ترى هذا الاخ صادق، الأخ صادق عندك مشكلة في الخط تاعك. أخ محمد ما راكش موجود أصلا، ما عندكش كيفاش تطلع، لأنك ربما ماكش تتحدث بالهاتف. نشوفه ترى هذا الأخ اللي أخ محجوب، عندك مشكلة في الهاتف تاعك. شوفوا هذا الأخ فاروق،
فاروق سالم نفس الشيء. الاخ فاروق هذا اللي يرمز الاسم تاعو بالنيرو، نفس الشيء الاخ اللي ترمز الاسم تاعك بالنيرو. امين. حاول المره هذه زيد ترى نعاود نجرب معك. اهلا الاخ شريف، راني طلعتك، راني ننتظر فيك الاخ امين. اخ محمد شعشوبه، والله شعشوعه. اخ محمد ما عندك شي فاش تطلع، ما راكش موجود اصلا في القائمه، ربما راك تستعمل في الكمبيوتر، ما تقدرش تطلع بالكمبيوتر الاخ محمد، هذه فقط بالهاتف. الناس اللي عندهم الهاتف لازمك تكون عندك الابليكاسيون في الهاتف نتاعك. اخ نور الدين بو حفص اصبر شويه، شوفوا ترى مع الاخ امين هذا، اطلب الاضافه، راه عندك الزر هذاك تاع الاضافه موجود في التعليق، اطلب الاضافه ونشوفوا دوك. اخ امين باين باللي عندك مشكله في الهاتف نتاعك. شوفوا ترى مع الاخ، ترى هذا الاخ نور الدين بو حفص هذا، ولكن مكش موجود الاخ محمد. السلام عليكم اخ نور الدين. وعليكم السلام، اهلا. واش راك لاباس بخير؟ والله الحمد لله، ربي يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ نور الدين؟ لندن. لندن. ما شاء الله. الله يعيشك، راكم لاباس صافا؟ والله غير لاباس الحمد لله. واش راك تايه؟ والله الحمد لله، والله لاباس، والله الحمد لله. الحمد لله. واش تحكي لنا في موضوع اليوم؟ واش راك نحكي لك يا خويا، اللي ما يحبش بومدين نسمى ما كما نقولوا حنايا ما عندوش روح وطنيه، ماهوش انسان، يعني كما نقولوا حنايا انسان كما قلت انت كنت تحكي للجماعه تسمى انسان يعني عنده حقد. طب بومدين راجل صح، اقسم لك بالله العلي العظيم بومدين راجل يعني فحل ركاز، حتى كما نقولوا حنا كان ديكتاتوري، كان ديكتاتوري مع الناس اللي كانت تحب تسرق، مع الناس اللي كانت تحب تخون، مع الناس اللي كانت. شوف نعطيك كمثال برك، مثال برك باش نلطفوا الجو. واحد المره كنا في واحد النقاش هكذا، وقال لي، قال لي واحد، قال لي انا على بالك علاش نكره بومدين، قلت له علاش تكره انت؟ قال لي لا خطر بومدين قال باللي القبائل عملاء. قلت له وين قالها؟ قلت له وين قالها؟ قال لي هاو كاين فيديو هاو منشور في اليوتيوب. ايوه. قلت له جبد لي تشوف الفيديو هذا نشوفه. جبد البومدين واش يقول؟ ايوه. البومدين يقول عمالة القبائل. قلت له تعرف شنو هي كلمة عمالة؟ قلت له تعرف شنو هي كلمة عمالة ولا ما تعرفهاش؟ قال لي معناتها باللي عملاء. قلت له لا لا. قلت له هو راهو كان يقول عمالة القبائل مثل ما يقول لها بوضياف عمالة قسنطينة. هما بكري في العهد التركي حملوها على العهد التركي، كانوا في تلك المرحلة يقولوا مثلا بالتسمية هذه اللي الجديدة المحافظة، والله مثلا في فرنسا ديبارتومون، هما يقولوا قال مثلا عمالة قسنطينة، والله عمالة تصطيف، والله عمالة منطقة القبائل. قلت له عمالة معناتها ديبارتومون ولا محافظة، ولاية. ما راهم يقولوا لك ولاية، ولاية عمالة. قال لي صح. وراه باني حاجه على الغلط، باني حاجه على الغلط ورايح فيها. لكن اكزاكتومون كاين ناس كيما قبيله، كاين واحد يتكلم معاك طلعتيه واش قال لك؟ سما جاي شغل عنده شويه عنده ميول البومدين وشو عنده شويه انتقاد، وقال لك ان حكى لك على الانقلاب تاع 5 جو تاع 5 جوان تاع 19 جوان تاع 65. قال لك ما على باليش كي قلت له، قال لك قال لك ما على باليش الرئيس هذاك اللي قال عليه انقلاب، ما نسيت اسمه. انت سبحان الله العظيم، انت جاي تنتقد وما على بالكش شكون الرئيس اللي صرا عليه الانقلاب، ما تعرفش اسمه. لا الانسان شويه لازم تكون عندك شويه فكره، تكون عندك كذا باش تقدر تدخل وتتكلم وتقنع الناس.
اذا كان ما على بالكش الانسان اللي طرا عليه الانقلاب وجاي تخرج تطلع في فيديو وتحب تنتقد وتحب تقول انا بومدين عندي عليه النظره هذه سيئه باللي راهو عمل الانقلاب على وانت ما تعرفش على من عمل الانقلاب. تسمى الناس كاينه ناس هكذا تهز يعني افكار يعني بلا ما ماهيش متاكده ناس يعني عندنا ناس شباب ربي البارح برك البارح انا شوف في واحد من الاصدقاء نتاع الصفحه شاف فيديو دار بارتاج في الفيديو نتاعو ونشوف فيه علي جدي ارهابي وواحد الكلام كبير. ايوه اسمع الفيديو انا نحب نعرف نحب هكذا نعرف علي جدي انسان سياسي فهمت. شوف لا فيديو دايرين ميكساج تاع الصوت ايوه والشخص اللي يتكلم ماهوش علي جدي. قلت له هذا ما هو لا الصوت نتاع علي جدي ولا الصوره تاعو راك غلط في الحساب تاعك. قال لي كيفاش غلط؟ قال لي انا بالنسبه لي كل كذا. قلت له لا لا غلط. قلت له غلط. ومن بعد ولا شخص هذاك نحى التيتر هذاك ومن بعد دار في بلاصتو كمال قمازي. قلت له راك غلط ماهوش كمال قمازي. علاش انت تتحدث في موضوع ما تعرفش حتى الناس؟ ايه هذه هي الناس مساكن ما يعرفوش ما عندهمش يعني كما قلت حنايا لازم الانسان يعرف. انا لحقت بوقت بومدين على كل حال انا لحقت به اسما كنت صغير هذاك الوقت انا نشوف نهار كي مات ونهار كي دفنوه اسما نهار كي صرحوا ما كناش متاكدين اسما هذاك الوقت بلي راهو كما نقولوا مات يوم اللي ربعه وهذاك انا نشوف ديكلاراو بيوم اللي ربعه والجمعه دفنوه. كنت صغير كنت نبكي رحنا لدار جدي كان عندهم تلفزيون احنا ما عندناش تلفزيون في الدار رحنا لدار جدي بوي الوالده عندهم تلفزيون انا راني عند بيت خالي راني شايف لا كيما دوك وكانوا دايرين في ذاك الوقت تلفزيون بالباتري وخرجنا جرينا شويه مع دوك تاع الكشافه الاسلاميه وهازين درابو نبكي ونعيط واحنا صغار ومن هنا من هنا يعني بصح بشويه بشويه عرفنا سبحان الله العظيم بومدي. نشوف مهما واش يقولوا عليه مهما كان يقولوا ديكتاتور يا خويا كيما قال لك سيدي كان يتكلم معك قال لك اخويا نحب ديكتاتوريه تاع بومدي على العين والراس. اذا كان ديكتاتوريه كيما تاع بومدي اذا كان كيما تاع هذوما تاع دركه ما نحبوهاش. بومدي ديكتاتوريه صح يعني انا على بالي ماهوش سي با ان ديكتاتور ماهوش ديكتاتور ومدين كيما قلت انت كان صار شو من ديكتاتور انت دركا كي تقول مثلا واحد ديكتاتور راهو يحكم باحكامه معناتها انه ما يسمع ولا يشاور ايوه ويحكم بالاحكام نتاعو دير هكذاك ولا تموت هذا ديكتاتور هذا ديكتاتور. السيد راهم كانوا دايرين مجلس الثوره موش وحده مجلس الثوره في مجموعه اللي كانوا معاه اللي هما منهم اللي راهو مساهم هو في الانقلاب وكاين الناس اللي دخلوهم في هذاك الاطار. وتشوف انت يا يحيى عبد النور هذا اللي راهو درك دايرين قامه من القامات نتاع حقوق الانسان ما كانش في وزير في العهد نتاع بومدين. مالك بن نبي اللي راهو درك مفكر وفيلسوف وين كان في وقت بومدين ما كانش في وزاره الثقافه صح كانوا ناس اللي راهم موجودين في مسؤوليات مختلفه. روح انت اسمع لهذاك المفكر راهو مولود بالقاسم مولود بالقاسم وش اسمه عبد الرحمن شيبان ناس اخرين ياسر ياسر كان مولود قاسم قلت لك انا مولود بالقاسم مولود قاسم مولود قاسم الاخر قصدي مربح كان في الامن الرئاسي اسمه في وقت مدين اسمه كون جابوا مدين جهاوي ولا هذاك او جاب من جهته خاصة لا سيكيريتي اسمه الامن كل شيء كان انسان خدام وشي هو كانت النظرة نتاعو بعيدة والجزائر كانت تحتاج وقت لانها كانت خارجة من فترة نتاع استعمار يعني بغير هاك تشوف دوك مثلا غير العراق افغانستان الان راها محطمة على شحال لازم لها باش تنهض افغانستان لا مدرسه ولا جامعه شحال لازم لها باش تعاود تنهض ما مستحيل هاي ليبيا الان درك راها واسمو هاي طحت الان ليبيا شحال لازم لها باش تعاود تنهض شحال لازم لها 30 40 سنه باش تعاود تنهض تعاود تدير نقولوا مثلا اقتصاد وتعاود تدير كذا ودير كذا صح الجزائر قرن و30 سنه لا مدرسة ولا مستشفيات ولا جامعات شي اللي كان موجود
كان تحت فرنسا. حتى إذا كان نقولوا مثلا راه كاينه جامعه في الجزائر العاصمه خلتها فرنسا، كانوا الأساتذة اللي موجودين أساتذة فرنسيين، يعني باش انت تدير فروع. الآن نروح الجامعات تروح تلقى الفروع المختلفة، ناس دارسين في المدرسة الجزائرية متكونين في المدرسة الجزائرية، هذيك لازم لها اسمه 30 40 سنة. باش هذا وين الآن درك مثلا راه ناس قال درسوا دوك مثلا في المدرسة تاع بومدين. حنا في الوقت هذاك انا في الوقت كنا ندرسوا، كنا احنا في الابتدائي كيما مات بومدين دخلنا المتوسط بالك. صح فهمت. كيما قال لك السيد قبيله هذاك يكون جاي يعني انسان ديكتاتوري، هذاك السيد ما فهمكش مليح تاع اللي قال لك بومدين، هذاك اللي حاب يقتلو تاع نهار كي بومدين حابين يغتالوه اللي تعرض لمحاوله تاع اغتيال من طرف السي ار اس في الجزائر. ها وصح حكموا هذاك السيد اللي بغى يقتلو من بعد راحوا كانوا زعما باش يقتلوه باش يعدموه، قال لهم اعطيوه لي لي انا، قال لهم انا نحاكمو. ايوه طلقوا ايوه عفا عليه. ايه سبحان الله العظيم. كش واحد ان ديكتاتور بن بالله هو راه دار انقلاب. قولوا بومدين دار انقلاب وقولوا باللي دار انقلاب على بن خضه، هكذا يقولوا. علاش ما قتلش بن خضه؟ علاش ما قتلش فرحه عباس؟ علاش ما قتلش بن بله؟ علاش ما قتلهمش؟ علاش ما قتلهمش؟ تعرف باللي ايت احمد باللي هو اللي منعه باش خرج، كان رايح يعدمو بن بله. الناس ما عندهمش معلومات وغير يحكيو برك، فهمت؟ يحكيو بومدين كانت عنده نظره بعيده. أودي شوف الشعب في تلك المرحله كانت نسبه نتاع الاميه فيها اكثر من 80%، والجزائر كانت تحتاج وقت وتحتاج مراحل على جال باش هي تنهض. هو كيما نقولوا الموت خذاه، فهمت؟ خذاه، كان البرنامج نتاعه هو انطلق، راهو نقولوا مثلا مشى ربوع منه، فهمت؟ من بعد اللي جاوا من بعده هما انتقموا من بومدين وانتقموا من السياسه نتاعو. هذه هي، وهذه وعطلوا كلش ورا الحجار. شوف نقول خويا حاجه باش نعطيك لا كونكليزيون، نعطيك الخلاصه. اقعد انت في قهوه مع جماعه، ها، وكل واحد وعقليته وكل واحد واش في دماغه، وقعد وتكون انت في حل وفي قولك اللي راك في حل، وما تحبش النميمه وما تحبش الحقره وما تحبش الافر، يجيك الاذى من اقرب الاقربون لك. اقسم لك يعني في هذه غريزه في الانسان. الراجل ينبذوه، ما يحبوش الراجل هكذا. هذه يعني في يعني حاجه نعيشوها اليوم، يعني اقسم لك بالله الراجل ما يحبوه. خلينا من بومتين حطوا سما من هيك حطنا، الراجل والله ما يحبوه. كي تكون في حل ودار غاز ينبذوك، ما يحبوش. صح ايوه. شوف في شركه ولا في اداره ولا بارتو، روح دور بارتو وانت تلقى الراجل اقسم لك بالله غير يلعبوا له برجليه ويعطيوه، يدخلوا الحبس يلعبوا له بالخبزه تاعو راح يا صادي بون شي يديروا معاه. ها مش نقول خويا حاجه، ما بالك بومدين كان يعني كما نقولوا يرأس الجمهوريه، وكان محبوب كما قال لك السيد قبيله، قال لك مازالوا يخافوه هو تحت التراب. يخافوه صح ويغيروا منه كما نقولوا حنايا، وما يقدروش يديروا شي. يخافوه في شخصه، يخافوا الافكار تاعو. هي صديق كي نقول لك يخافوه جو دير يعني على بالهم انسان مخلص، وعلى بالهم بلي راهو انسان في حل ولا في حل صح، ويخافوه. لا حتى الخوفان يخوفوه، كان كي يخزر اقسم لك بالله غير يخافوه يلعبهم. كان صار لا سيدري، لا راجل هو حتى بعينيه خوفهم. يعني نهضروا صح كيما قلت انت، الافكار صح تلعب دور وخدمته وكلش، بس حتى بالعين يخوفهم. خطر هو كي يخزر، كاينه خزره تاع راجل وكاينه خزره تاع خبيث حاشاك، فهمت كيفاه؟ الخزره تاع الخبيث ما تخوفش، توسوس، بصح الخزره تاع الراجل حاشاك تخوف. فهمت كيفاه؟ واش راح نقول خويا؟ خويا ما نطولش عليكم، انا نقول لك حاجه. بارك فيك. كيما الاخ مرض. ربي يرحمه ان شاء الله، وربي يوسع عليه، وربي كيما نقولوا حاجه اي حاجه يديرها ان شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناته، وربي كيما نقولوا حنا يكرمه، وربي يجعله كيما نقولوا مع الانبياء والصالحين. امين يا رب. هذا ما كان نعطيو الفرصه للناس الاخرين. وعليكم السلام. شكرا للاخ نور الدين، وتحياتي لكل الاخوه اللي راهم في لندن.
ربي بارك يبارك الله فيك، شكرا. بارك فيك. الأخ محمد الشعشوعة، نفس الشيء الأخ محمد، الآن راك موجود في القائمة ولكن دخلتك، يبدو وأنه راه عندك مانع في الهاتف نتاعك. شوف لي بارامتر تاعك. نزيد نعاود نسيي معاك الأخ أمين. أمين الآن ما كانش، خلاص الآن راك عميتها. شوفوا هذا الأخ محجوب، نفس الشيء الأخ محجوب. الأخ صادق، شوفوا ترى هذا الأخ صادق ملك يطلع المرة هذه. أخ محمد الشعشوع راني دخلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك أستاذنا لاباس؟ الحمد لله ربي يبارك فيك. واش راك أستاذنا؟ الأخ صادق. لاباس؟ ألو. تفضل راني نسمع فيك. آسف جدا، خرج هذا أخونا الصادق. شوفوا هذا اللي يرمز للاسم نتاعو ميمو، اللي ترمز للاسم نتاعك ميمو، عندك مانع ميمو، ولكن يبدو أنه عندك مانع في الهاتف. شوف اللي بارامتر تاع الهاتف نتاعك. الأخ نسيم، شوفوا ترى هذا النسيم بالك لا عاود يطلع. الأخ اللي دخلتك الآن راهو عندك مشكلة. الأخ الصادق راني يعني دخلتك مثل ما راهم يشوفوا الإخوة، وهبطت وحدك، ربما عندك مانع في الهاتف نتاعك. والله الأخ أمين قلت لك راهو عندك مشكلة رسمي. أخ أمين اللي ترمز الاسم نتاعك أمين ببيا، راني أضفتك شحال من مرة، وراني قلت لك شحال من مرة باللي راني طلعتك، يبدو هو أنه عندك خلل في الهاتف نتاعك. الأخ مزيان قلت باللي بومضي نحكم البلاد، كان عدد سكانها 7 ملايين، من الحشيش نعيشو، ما كانش منها الأخ مزيان. نفس الشيء الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك ميمو دوحة نسيم، شوفوا ترى نسيم بالك لا عاود تطلع. ما عنديش كيفاش ندير لك الاخ امين. شوف لي بارامتر تاع الهاتف نتاعك، طلعتك قبيل طلعت، لكن يبدو هو انه اما انه عندك مشكل في الهاتف، معناتها انه عندك مانع، واما ضعف تاع الخط تاع الانترنت، ربما الخط ضعيف عندك ما تقدرش تطلع. هاك تشوف لي ناس راهم يتكلموا بالداخل ومن الخارج. اخ نسيم هاني ننتظر فيك، راني اضفتك هاني ننتظر ترى في الطريق بالك لا الله تقدر تطلع. راني اضفتك الاخ نسيم، نزيد نستناك شويه والا نمر الاخوه اخرين، لانه لما يكون اسف الاخ نسيم راك هبطت وحدك، يبدو وانك الأخ محمد راني قلت لك راهو عندك مشكلة. الأخ محمد أخ نسيم، النيرو جربت معاك قبيل، زيدو ترى هذا نفس الشيء الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بنيرو صادق. نزيد نعاود اصبر تشوف انت ترى هذا، نشوف ترى مع محجوبي. محجوب
نفس الشيء الاخ محجوب صادق، نعاود نزيد نجرب معك المره الثانيه. راني قبل طلعتك دخلت ومن بعد عاود خرجت. السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل دخلت وعاود خرجت. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. واش راك استاذنا لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الاخ صادق؟ الله اعلم، راه الكونيكسيون عندي ناقصه شويه. نعم تفضل. الكونيكسيون راه ناقصه شويه. راني نسمع فيك جيدا، تفضل. راك تسمع فيا استاذ؟ تفضل. ولا كونيكسيون ناقصه. تفضل، راني نسمع فيك. راني نسمع فيك، تفضل. هاني نسمع فيك هكذا، تفضل. مانيش نسمع. المهم الآن نورمالمون الآن تقدر تطلع. يعني أضفتك الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك ميمو، أتمنى هو أنه تطلع المرة هذه. وعليكم السلام الأخ عادل، أخ محمد شعشع. راني قلت لك راهو عندك خلل في الهاتف نتاعك، حاول تصلحه. شوف لي بارامتر تاع الهاتف نتاعك، كاين بعض الاشياء اللي لازمك تشغلها باش تقدر تدخل في هذا البث المباشر، واذا ما عندكش الهاتف ما تقدرش تدخل. اصبر الاخ عادل، دوك نشوفو ترى مع الاخوه هذو اللي راهم موجودين وندخلك. شوفو ترى هذا امين. امين يبدو انه راك بلوكيت الهاتف نتاعك. شوفوا ترى هذا الاخ عادل، نفس الشيء الاخ عادل. محمد شعشوع نفس الشيء. زيد نعاود هذا الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك ميمو، نفس الشيء. أخ نفس الشيء، أخ محجوب والنيرو محمد شعشوعة نفس الشيء. الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بمحجوب، رقم في 4 ولا في 5، ولكن واحد منكم ما قدر يطلع. عادل، عادل راني دخلتك، نفس الشيء ميمو محمد شعشوعة والنيرو هذاك ومحجوب. آسف جدا، ما كانش حتى واحد فيكم. واش السؤال تاعك الاخ عبد الخالق؟ ايه المشكل من عندك الاخ صادق، من عندك دخلتك والناس كانوا يسمعوا فيك، من بعد راك تشوف في روحك. كاين بعض من الناس اللي هما ما يعرفوش هي
فهمت. كاين بعض من الناس اللي ما يعرفوش هما يدخلوا، وللأسف الشديد بعد أهلا مشرك. أهلا أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. استعملها استعملها في الأخ شوية تعود تعود. نستعمل تاع الودن. أحسن أحسن، أصبر دقيقة برك بربرك ندخلوا في حوار. أصبر برك برنش. السلام عليكم. خالق. وعليكم السلام. اصبر شويه برك الاخ شريف. هاني اخ معك. عبد الخالق، قلت لي هل حارب ابو مدين الشركات الخاصه النشاط التجاري الخاص واقتصر على المؤسسات الحكوميه؟ الاخ عبد الخالق، لازمك تعرف مثل ما كنت نتحدث قبيل مع الاخ، هو ان الجزائر كانت تمر بمرحله، بمعنى أنه كانت خرجت من استعمار بغيض اللي دام أكثر من قرن وثلاثين سنة، وبالتالي البحبوحة ما كانتش موجودة مثل ما راها الآن. في تلك المرحلة كانت الجزائر خاضعة للاستعمار، ما كانوش عندنا ناس أغنياء، يعني ناس أثرياء مثل ما راهو الآن، ربراب وطحكوت وكذا. كانت الناس كامل كانوا أغلبية، يعني ذو اللي راهم يشتغلوا كانوا يخدموا عند الكولون، واحد اللي راهو يخدم في الارض ولا راهو يخدم في وسمو. حتى الناس اللي كانوا دايرين تجاره بسيطه، ديال مثلا واحد داير كوردوني، ولا واحد داير قهوه، ولا واحد داير مطعم، ولا داير واحد يبيع في السوق، ولا ما كانتش يعني كيف ما راها الان شركات، يعني اللي راك تشوفها الان وتصنيع. الناس اللي كانوا يخدموا مع الكولون، فهمت؟ بالتالي هو ذوك لما جاء بومدين كان يخدم في القطاع العام، فهمت؟ ما كانش يخدم في القطاع الخاص، كان يخدم في القطاع العام، وكان هو يأسس في المؤسسات. يعني المؤسسات كانت في البداية نتاعها مازال ما لحقتش الدرجة نتاع الإنتاج يعني الكبير، والتحكم في السوق الجزائري كانت في بدايتها. يعني دار مؤسسات، دار مصانع، قال نتاع البلاستيك، قال نتاع الإلكترونيك، قال نتاع الحجار، تاع الحديد والصلب، إلى غير ذلك، تاع المعادن المختلفة، تاع الخدمات المختلفة. وكانت الشركات تمشي، يعني قضاء هو فترة تاع 13 سنة. ما لازمش أنت تشوف لي الآن الجزائر بالمؤسسات اللي راها موجودة، وتشوف لي هذوك الناس اللي راهم درك هما عندهم مؤسسات، وراهم درك هما يديروا في شركات تاع تصدير تاع سيارات وتاع كذا. هو تقارن لي المرحلة اللي كان فيها أبو مدين تختلف كليا عن المرحلة اللي الآن رانا احنا عايشينها. تفضل الأخ شريف. السلام عليكم الاخ نور الدين، بارك الله فيك وعليكم على هذه، السلام ورحمة بارك الله. الله فيك على النقاش، لكن انا تبعت شويه النقاش و عارفك يا شريف، انت دائما الكونتر تاعي. تفضل لي. ماشي كونتر، حبيت انا نسال. النقاش هذا يدور حول الرئيس هواري بومدين، او حول عاطفه الناس من طرف البومدين؟ حول العاطفه الشباب، حول الشباب، شباب اللي الشباب الان راهم هما ما عاشوش الفتره نتاع بومدين. يعني هذا الناس اللي راهم ولدوا في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات، اللي من بينهم اللي راني تناقشت معاهم ما يعرفوش هما بومدين. وكاينين الناس اللي هما حاملين حقد على بومدين، كاين الناس اللي هما يحبوه، عندهم معلومات عليه، قال بومدين هذا انسان وطني وانسان خدم وانسان دار وانسان كذا، يحبوه على هذا الاساس. وكاين الناس اللي هما راهم درك مثلا حاقدين على بومدين، راهم يسمعوا ايضا عليه، قال باللي بومدين دار انقلابات، وبومدين جاب ضباط فرنسا، وبومدين هو اللي طرطق البلاد، وبومدين هو اللي حرق البلاد، وحنا الان رانا عايشين وسمو. احنا حابين نهضر مع هذه الاجيال الجديده اللي هما راهم عندهم نظرة على بومدين، على جال باش نتناقش معاهم ونشوف ترى العقلية نتاعهم كيفاش راهم هما دركا يستوعبوا في الأشياء، كيفاش راهم يفكروا، كيفاش راهم ينظروا هما لهذه المسألة. نعم الأخ نور الدين، لا تتكلم على الشباب هذا اللي زاد في الثمانينات والتسعينات، وربما في 2000 وكذا. هذا الشباب هذا أغلبيتهم، نعطيك أنا 99% ما على بالوش بومدين. نقول لك علاش.
يعني باش نكونوا صراحة، منذ موت بومدين اختفى أثر بومدين. لما جا شادلي بن جديد فنحى كاع الحسنات تاع بومدين نحاها كاع. اصبر اصبر الاخ شريف، وكأن اخ شريف نعطيك الكلمة غير مع عيسى بر. تفضل عيسى. واش عيسى؟ عيسى وعليكم السلام، راني نشوف فيك الاخ عيسى. اذا كنت تحب تدير مداخله ولا اصبر نعطي الكلمه للاخ شريف، ومن بعد اذا كنت تحب تدير مداخله ولا هذيك لازمك تكون تكلم بالهاتف. الاخ عيسى بالكمبيوتر ما يمشيش الحال، لازم تكون تكلم بالهاتف، تكون دير لابليكاسيون تاع الهاتف نتاعك ومشغل الامور هذيك نتاع لي بارامتر هذوك في الهاتف نتاعك باش تقدر فيما بعد تدير مداخله. راني مع الاخ شريف، راني نسمع. تفضل الاخ شريف. قلت لك انه الشباب اللي زاد في الثمانينات او زاد في السبعين، نقول احنا مثلا زاد في 78 ملي مات بومدين وطلع، وحتى اللي زاد قبل اللي زاد في السبعين ما يشفاش لانه كان صغير. اللي يشفاش هو اللي كان زاد مثلا في الستينات، وربما يتذكر بومدين كي كان في عمره 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين. يتذكر التلفزيون لما كان هناك خطاب تاع بومدين تلقاه حتى واحد برا. انا نشوى كنت صغير كيديروا خطاب تاع بومدين، كان خطاب تاع بومدين واحد ما يبقى برا، كي الدراري الصغار كيكبر كاع يروحوا يشوفوا الخطاب تاع بومدين. انسان يكون صريح يعني ما يكذبش على روحه، كاع الناس كانت تروح لديورها. القهاوي ما تلقى فيه حتى واحد، حتى القهاوي اذا ما عندوش تلفزيون ما يبقى له حتى واحد في القهوه، كاع الناس تروح تسمع له. بومدين كان هكذا. لما توفى رحمه الله جا شادلي بن جديد محى اثر بومدين. الشباب اللي جا من بعد ما يعرفش بومدين، حتى انه بعد بناء المقام الشهيد، لان المقام في الاول كانوا كل ما يلحق نوفمبر او يلحق العيد ولا الرئيس الجمهوريه يروح يحط باقه الورود على الشهداء ويحطها في مقبره الشهداء ويجوز على مقبره بومدين رحمه الله. بعد ما بنوا مقام الشهيد ما بقى لا بومدين لا شهداء لا محزنون، ما عادوش يعرفوا كاع الناس اللي كانت عندهم دور كبير في استقلال الجزائر نحوا كاع. بومدين نحى الاثر تاعهم لما كان بومدين في الحكم، نحى اثر تاع ميصالي تاع بوضياف تاع بن بلا تاع خيضر تاع كاع 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 تاع اي تحمد تاع سميهم. حتى كتابه الثوره الجزائريه والتاريخ الجزائري ما كانش اكزيستي، لان نقولوا الواقع بومدين ما كانش فيه، ما كانش في الداخل، كان على الحدود والناس ما كانش تعرفه. دونك اوتوماتيكمون هو باش يبتعد على هاد الاخر نحاد مكان والو، ما كان والو. كان اول نوفمبر بابا بابا، كان ديفيلي، كان الرقص، كان الغايطه والسلام عليكم. ها واش كيفاش كانت تمشي الامور؟ كانت تمشي بهذا الطريقه. واش دار اي تحمد هذو وهذا الجماعه اللي تحكي عليهم؟ ما فهمتنيش. خليني احنا مالناش نتكلموا واش داروا. خليني نكمل اللي تحكي عليهم واش داروا على جال باش نحالهم هو بومدين. واش داروا؟ خليني نكمل. ماهيش قضيه داروا ولا ما داروش. بومدين محاهم، كي مات بومدين مشاو على السيره تاع بومدين، نحاو السيره تاع الاخرين، نحاو السيره ديالو ونحاو السيره تاع الاخرين. ما تكلموش. متى بدات الدعوه؟ بدات الناس تتكلم على الثوره وكتابه الثوره وكذا بعد حكم شادلي بن جديد بواحد 4 سنين هكذاك، 3 سنين 4 سنين بدات الناس تتحرك. بدا هناك شويه من الحريه، بدات الناس تكتب بالتاريخ وتكتب وتتكلم على الشهداء وتكتب على الشهداء اللي ماتوا وتكتب على كذا وتكتب على فلان، وديروا بعض الندوات في قبل اول نوفمبر و5 جويليا، وكانوا يتكلموا يتحدوا بالعقل يعني بتدرج يعني، لان كانت الامور ما كانتش مسموحه في وقت بومدين. كاين واحد او كتب كتاب وخرج الكتاب تاعو في 2003 الى ما يخليش الذاكره، كتبوا في وقت بومدين. لما راح شاف بومدين باش يخرج الكتاب، بومدين قالوا ما تكتب، منعوا، وبقى الكتاب محافظ عليه حتى 2003 ولا ما نتذكرش. هذا اسمه باسطة معروف، مجاهد كتب المذكرات ديالو. كان هو مجاهد في الألجي، وبعد ما حكموه ومن بعد طلقوه وبعد هرب راح لتونس، عذبوه عذاب شديد، ويحكي لك اللي يحكي لك الكواليس واش عاشها، ماشي يحكي على امور، لانه هو يكتب واش عاش. يا هو بعثوه. نعم نعم. شوف القضيه هذه نتاع التاريخ،
هذه تحتاج الوقت. وكل الجزائر بالمنطق وبالعقل، الجزائر كانت خارجة من احتلال، فترة احتلال اللي دامت هي قرن وثلاثين سنة. لو كان الناس هي تبدأ بدون هو أنه راها دارت مؤسسات، سواء برلمان أو بلديات أو ولايات أو مصانع أو مدارس أو جامعية أو جامعات أو مؤسسات مختلفة، وتلتا هي الناس بهذه الأمور، هذه الأمور راح تحدث فيها صراعات، والصراعات هذيك راها راح تنتهي هو أنه الناس تضرب بعضها البعض. الناس خرجت من فترة نتاع احتلال كانت تحتاج إلى فترة تاع 15 20 ربما حتى 30 سنة باش هي تبدأ. الناس كانت في الفترة هذيك هو أنه الناس تجمع في الشهادات، فهمت؟ تجمع في الشهادات. لكن هو أنه أنت تبدأ التاريخ، أنت تبدأ من 62 تبدأ تكتبه أنت في 63 ولا في 64، هذا ما يسمىش تاريخ. التاريخ لازم له مدة باش هو يبدأ دوك. الآن احنا الآن رانا بعد 40 وشمو، الآن رانا منذ 62 إلى غاية اليوم. الآن اللي هي المرحلة نتاع الكتابات هو أن تجمع الشهادات. قال ها واش قال بن بلة، ها واش قال أيت حمد، ها واش قال الآخر، خطر علاه. شوف أنت دوك مثلا كاين بعض من الناس اللي هو يسجل الشهادة نتاعو ويقول لهم ما تنشروهاش حتى نموت. لماذا؟ باش ما يناقشوهش. علاش ما يناقشوش؟ لا لأن ربما في المذكرة تاعو كان أمور ماشي حقيقية، قادر كان يحكيها كي يكون عايش. الإنسان اللي يكون معاه ولا يكون حاضر حضرها، حضر الواقع، يقول له لا ما كانش هكذاك. معلوم يا نور الدين، إذا معلوم أنت راك تقول هكذا. واحد يروح يدير ثورة ويروح يسب روحه باش يموت، ومن بعد هو يكتب حاجة ويخليها على جال باش يموت باش نعم تقدر تكون. لان واحد اسمح لي الاخ نور الدين، اسمح لي خذ غير مثلا الشهاده نتاع بن بلة راه مسجلوها معاه في القناه نتاع الجزائر. كاينه بعض الاشياء اللي كان ربما قالها ونشروها وهو في تلك المرحله كانت تحدث ردود افعال، وربما ناس ربما تدخل في نفق ما على بالناش الخروج منه. إيه هذا هو، اسمع لي الاخ نور الدين، هذا هو المشكل تاع الجزائر. المشكل تاع الجزائر هو اننا دائما لا نتابع خطوات الناس اللي يمشوا على الصحيح، نمشوا دائما على الفستي. اسمه بن بلة كان في الحبس وكان حضر ودار، ومع خرج من الحبس وراح بشاد لي بن جديد طلقوا وراح وضرب سيدي، ما كتبش كتاب، ما درش مذكره تاعو وما نشرهاش باش الناس ما تحاوروش. لان هو كاتب هو والله ما فهمتنيش، ماشي كاذب يعني. الناس اللي يكتبوا مش معناتها يكتب، معناتها يقدر هو يجيب واحد كاتب ويحكي له تسجيلات. اسمع لي الاخ نور الدين، ما همش لا تكنيك، لا اسمع لي، الطريقه اللي يحب يكتب بها الانسان الكتاب. انت تحب تكتب كتاب حياتك او كنت حاضر في مساله من المسائل تحب تكتبها، ما عندكش الطريقه اللي تكتبها باش الناس يكتب لك كتاب، تقدر تديرها بصوت ويسمعها واحد اخر ويديرها لك على شكل كتاب كما دار شاد لبن جديد. يا سيدي راه خلينا راه مات في 78. احنا نهضروا، شوف اسمح لي الاخ نور الدين، لازم علاش نقولوا انت تقول بلي احنا راهم في 2018، احنا راهم 2019 وراهم درك. هذ الناس اللي راهم درك هما العباقره، واش داروا هذ العباقره بعده؟ يسمع الاخ نور الدين، احنا شوف احنا لازم نتكلموا دوك. إلا تحب نتكلموا بمنهجيه باش الناس تفهم وباش نلحقوا النقطه اللي حبينا نلحقوا لها باش نفهموا. لان حنايا جيش الاستقلال ما عندنا لا دخل لا في الغره ولا في الحرب ولا سرقه الاموال، ما سرقنا ما قتلنا ما ضربنا ما كي حنا كي والدينا ضحاوا من اجل الوطن وخدموا كي زي سكلاف في وقت فرنسا حتى ماتوا مرض، وما دينا حتى حاجه. اي حاجه شريناها في بلادنا شريناها بدراهمنا، وما عطات لنا الدوله حتى حاجه وكثر خير ربي. الناس لازم تفهم هكذا، لازم نحن نهضروا بطريقه هذه. بومدير رحمه الله كان في 56 انضم الى ما يسمى الجيش الخارجي اللي كان في مصر، اللي بن بلة هو ريكريتاه. بن بلة شافوا قالوا ادخل معنا في 56. نعم في 56 بن بلة بومدير ما كان عنده حتى دور سياسي ولا كان تابع لاي جماعه من الجماعات. كان يقرا، خرج من البلاد راح لتونس، من تونس راح لمصر، مصر تلاقى مع الجماعه اللي كانت حاكمين
الاتحاد المغربي للطلبه، تلاقى معاهم تم. نعم ما كانش عنده حتى، ما كان عنده حتى. ما تضحك، خلي الناس تسمع وتروح تبحث. الناس راهم كانوا عايشين في هذاك الوقت وشاهدوا. بوم بالله تلاقى معاه، شافوا في الاتحاد الطلبه للمغاربه، شافوا عجبوا قالوا ادخل معنا، دخلوا بعثوا الكازرنا في مصر باش يدرب هو ومجموعه. في 56، في 56. انا راني نقول، اسمع انا راني نقول لك الكلام هذا ماشي كلامي، راهو كلام اللي كانوا حاضرين هذاك الوقت وكلام اللي يعرفوا في هذاك الوقت. خلي 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 الشباب يسمع ويروح يبحث. الناس من بعد واش هو؟ احنا ما ننسى نقولوا كيما، اسمع احنا ما ننسى نقولوا بوب الدين كيما دخلش معناتها راهو قصر. لان 56 وين كان بن بلا؟ بن بلا كان فين؟ كان في مصر. بن بلا هرب في 2005. واش من شهر؟ واش من شهر؟ اه ما نذكرش انا واش من شهر، ما قالوش واش من شهر، قالوا في 56 تلاقى في 56 بن بلا تلاقى مع بوم الدين. 56 معناتها راه الثوره انطلقت عندها عامين. يا ودي الثورة كانت عندها ربما ما لحقتش عامين، لأن انطلقت في نوفمبر 54. إيه. نوفمبر ديسمبر دخل جونفي، جونفي 55. معناتها كان عندها شهرين قبل 55. معناتها كي دخل هو في 56 يقدر هو دخل مثلا في جوان 56. معناتها كان عنده عام. دخلوا الباخرة هذيك دخلوها الجزائر. دخلوها بعد 56. بعد هو تما. اسمع لي. التمالي بوم الدين دار هاد الجماعه باش سبب تاعها باش يبداو يخدموا باش يدخلوا السلاح الى الجزائر. هو من بين الامور اللي دارها بن بلا هو كان يعتني بالعمل العسكري. خيضر كان يعتني بالعمل السياسي، وبن بلا وبن بلا كان يعتني بالعمل العسكري مع المخابرات المصريه، كيفاش يجيب سلاح، كيفاش يبعث سلاح، كيفاش يركروتي المجاهدين، كيفاش يدربهم. وكان هو يعمل هذاك الشيء. بن بلا كان يعمل. شاف بوم الدين عجبوا الصرامه تاعو، شافوا كذا، قالوا تعال معنا، دخلوا يدرب في الكازرنا في مصر مع مجموعه من الناس. اسمح لي خلي نكمل. بعد ما درب وكسب الثقه تاع الجماعه، رويدا راح للمروك، راح للحدود المغربية الجزائرية، ابقى تما، عطاو له المسؤوليات. هو انسان تاع صرامة وتاع عمل، انسان نظيف. احنا نقولوا باللي بوم الدين الانسان اللي يكره بوم الدين اللي مرض في راسه، اللي مريض، باسكو هو بوم الدين انسان نظيف، ماهوش انسان خامج، انسان سراق، انسان ما عندوش اخلاق، انسان كان يحب البلاد، دافع البلاد، خدم البلاد قد ما ينجم. الان لما كانت هناك في 58 داروا الحكومه المؤقته، هو كان على راس الجيش. حنا ندوك الان مقبله سمعتك تتكلم على العسكر اللي هربوا من فرنسا، الضباط هذوما، الضباط اللي اسمهم كابرانات، ما راهمش ضباط، كابرانات فرنسا اللي هربوا. هذوما اللي كانوا يدربوا في الجيش الفرنسي من الجزائريين بالقوة، ومنهم من راح، ماشي بالقوة، راح هو حب يروح، من بينهم خالد نزار. لما تدربوا كاين منهم اللي هربوا لألمان، كانوا في فرنسا، منهم كانوا في ألمانيا، هربوا ومن بعد التحقوا بجبهة التحرير. كي التحقوا بجبهة التحرير وين راحوا؟ ما دخلوش الجزائر، دخلوا لتونس. والناس اللي كانوا يدربوا في الجزائر هربوا، طلعوا الجبال، منهم من هرب أسلحة، ومنهم من در عمليات، منهم من يستشهد في سبيل الله، في سبيل الوطن، ومنهم بقى في الحدود. اللي بقى في الحدود هما اللي دارونا المشكل في 90، فهمت؟ حنا نتكلموا على هادو. هذاك الوقت كان كريم بالقاسم هو حكم كما حنا نقولوا وزير الدفاع، كما حنا نقولوا هو قائد الاركان. لكن كريم بالقاسم بعد ما بدات المفاوضات ايفيان، عطاو له المسؤوليات تاع المفاوضات ايفيان، واعطى المهمه لبوم الدين، اصبح قائد الاركان بوم الدين. وكريم بالقاسم في الستينات لما بدات الحوارات مع 60 61 بداو في الحوارات، بعثوا كريم بالقاسم باش هو يكون هو رئيس الوفد المفاوض لفرنسا. الان وقع مشكل في ايفيان. وقتاش عينوه قائد الاركان بوم الدين؟
وبدي الله اعلم يكونوا عينوا في واحد في بابين 60 61 دائما متاخوني الذاكره، لان في هذيك المرحله اللي كريم بالقاسم اعطيت له مهام انه يكون على راس وفد الجزائريين المفاوضين لفرنسا قبل ما، لان التفاوض الاتفاقيه ايفيان وقعت لا سيناتور تاعهم، يعني سموها اتفاقيه ايفيان لما مضاوها كانت قبل باسمه الجماعه كانت تفاوض مع فرنسا سريا حتى لحقوا لحقوا الاتفاقيات، لان كان عامل حوالي سنه هما سنه او سنه او شهاد من هذا القبيل. الان بومدين كانت المال شو اسمع مليح، كانت نحب انا باش انا راني حبيت نوصل لواحد النقطه في الاخر نقول لك واش حبيت نوصل. في الجبهه التحرير الوطني القديمه مش الجديده اللي كانت رفضت السلاح، لما دارت الحكومه المؤقته على اساس تبين العالم على اساس انها هذه الحكومه المؤقته تمثل الجزائريين، واللي داروها دارها المجلس الاعلى للثوره في ذاك الوقت، لان الفكره جات انه لو ما نديروش الدوله لو ما نديروش الحكومه المؤقته ما نقدروش نتفاوضوا مع فرنسا، لان فرنسا كانت تفاوض سريا ويوقع فيها عدم التفاهم. لما داروا الحكومه المؤقته باش يكون هناك تنظيم مع على راس الحكومه المؤقته كان فرحه عباس. فرحه عباس شريف انت راك الدور في واحد الموضوع على بالك راح تاخذ لي الوقت نتاعك كامل في امور باش نسمع اسمع الاخ نور الدين. التاريخ انت راك تعرف التاريخ وتعرف الاخ نور الدين الاخ نور الدين للجيل الجديد يا اخ نور الدين، بس الجيل الجديد هذا اللي راه مولود في السبعينات ومولود في الثمانينات ومولود في التسعينات كيفاش راهو يشوف هو بومدين؟ تراك تحكي لي في امور وجايب لي انا في امور تاع تاريخيه قاريها في كتاب وقاعد تعاود لي فيها. لا اسمع الاخ نور الدين ماهيش قضيه، راني نحكيو على الاجيال هذه الجديده اللي راها موجوده الان هذه اللي راها دركا، كاين اجيال اللي هما ما راهم لا دارسين تاريخ ولا راهم فاهمين هذه الاحداث، وراه درك هو حامل حقد البومدين. علاش؟ لماذا؟ حابين نعرفوا احنا علاش هاد الناس هذو اللي راهم حاملين حقد درك هذا البومدين علاش؟ لا يجي هو درك انا يقول لي باللي ديكتاتور اعطيني الدليل، يقول لي باللي انسان قتال اعطيني الدليل، يقول لي باللي جاب ضباط فرنسا اعطيني الدليل. حوسوا نعرفوا نتحاوروا مع هاد الناس هذو اللي راهم درك من هاد الاجيال الجديده هذه. الاخ نور الدين حنا نحكيو في اشياء حكيناها في اذاعه وطني عشرات ومئات والاف المرات حكيناها وشبعنا من هذه، خلاص حوسوا ننتقلوا لحاجه واحده اخرى. شوف الاخ نور الدين انت راك تتكلم على الشباب هذا لازم له يدرس، باش يدرس تعطيه بعض المعلومات باش هو الى هو حاب يفهم يروح يدرس باش ما يوليش يكره بومدين، لان باش ما يكرهش بومدين لازم له يقرا لازم نشوف. أيوة. اعطي له يعني راني نعطي لك في الامور اللي باش الشباب هذايا اللي راك تهضر عليه اللي هو منعوه باش يطالع، حتى انك مثلا تحكي باش تحكي على بومدين لازم تحكي على المساوئ تاعو وعلى الحسنات تاعو باش الناس يكون عندهم العدل. المساوئ تاعو هو في المنظومه التربويه سلطه تاريخ الجزائر، تروح انت في المدارس تاع الجزائر كي كانوا الناس تقراو من التاريخ كي كنا نقراو التاريخ والجغرافيا ونقراو تاريخ الجزائر يصوتي يا المدرسه ما كانتش موجوده اصلا يا راجل. يا ودي احنا نتكلموا بعد على بالك باللي اللي كان وزير التربيه كان احمد طلب الابراهيمي كان وزير التربيه كانوا في تلك المرحله قال لك هذاك ونبدينا نعربوا في السنه الاولى والسنه الثانيه ابتدائي. يا الاخ نور الدين عباك باللي المشكل تاع الثوره تاع التاريخ الجزائر مشكل هو داروه الصراعات اللي وقعت. الان لما تدرس اللي كانوا الناس تدرس ما كانوش يعرفوا مصالح الحاج، ما كانوش يعرفوا خيضر، ما كانوش يعرفوا كريم بالقاسم، ما كانوش يعرفوا شعباني. الناس كي قتلوهم وبعد ما قتلوهم جاوا في السبعينات الثمانينات ما كانوش يعرفوهم، عرفوا شعباني وعرفوا حتى 1990. الناس بدات تعرف مصالح الحاج في التسعينات لما تحلت الاحزاب بدات الناس تسمع بمصالي وجماعه مصالي خرجوا حبوا يديروا حزب الشعب الجزائري يعاودوا يحيوه. هذا الاقصاء كيما راهم درك الان شباب اللي راهم درك هما مولودين في التسعينات
جيت تحكي له انت درك على طلب الابراهيمي يقول لك ما نعرفوش. بارك الله فيك. تحكي له على بوم مدين يقول لك ما نعرفوش. بارك الله فيك. لماذا وقع هذا الشيء؟ لان لماذا وقع؟ لان الصراع الايديولوجي دوك هي من المفروض لما يديروا في القنوات التلفزيونيه او في كذا يذكروا مثلا مرحله بوم مدين، يذكروا مرحله شادلي. هذه الدراسات تبدل، مثلا الكتب التاريخيه تاع الجزائر تتبدل عند الطلبه الصغار. كي يكبر يعرف تقول له انت يا في الثوره الجزائريه كان كذا وكذا وسته وبعد تسعه وبعد 22 وبعد كذا وبعد جيب له وبعد كذا وبعد كذا، تطلع بالتدريج حتى يولي هو يقرا التاريخ تاعه من سنه مثلا السنه السادسه حتى انتهاء الابتدائي ولا المتوسط. كاتب واحد دركا قال لك دخل بشير الابراهيمي للحبس. ما دخلش باش ابراهيمي توفى في ماي 1965. مي بصح في ماي 1965 وبومدين وصل في جوان 1965. ياس الاخ اللي راه معطوها لك راها غلطه. نصح الاخ نور الدين ما تقولوش غلطه، هذا هو الغلط لك تقول فيه، لان بومدين هو اللي جاب بن بلا. قبيل كنت تقول لي بن بلا هو اللي جاب بومدين. لا مي بصح. لا بومدين بن بلا اسمع لي لا راني اسمع خلي كاين اخرين راهم لا 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 اسمع لي دقيقه برك هذه الكلمه برك باش ما تزيدش تغلط ما تزيدش تغلط الشعب الجزائري. بن بلا ريكروتا بومدين في 56 على حسب المعلومات، اذا راني غلط راني غلط الا صح راهم الناس اللي عطاو المعلومات عطاوها، انا جبتها من عند الناس كبار. الان بومدين بن بلا كان في الحبس في فرنسا، شكون اللي رسل بوتفليقه باش يدخل باش ريكروتي كوم رئيس الى رئيس الجزائر باش يكون سنة دخل بن بلا للحبس؟ نعم 56 دخل بن بلا للحبس. 56 وفي 56 درب بومدين باش يدرب بومدين. 56 ريكروتاه وبعثوا لكازرنا باش يدربوه في الكازرنا تاع قبل ما يتحكم. تاريخ علاش تضحك؟ علاش حابين نسقسيك نور الدين علاش تضحك؟ علاش اللي نضحك؟ باسكو علاش انت راك حاط روحك مؤرخ؟ ماشي مؤرخ، انا نعطيك معلومات تاع الناس. تقرا في اشياء ومعلومات، انت راك تقرا في كتب. مانيش نقرا في كتب، انا نعطيك في كيفاش دوك انت علاش انت تستشهد بكلام قالوا بورقعه وانا ما نستشهدش بكلام قال واحد اخر على المساله هذه. تفضل وخلينا نبحث. يا ودا كاين وكاين او كان واحد امباسادور تاع الجزائر او معروف او دار حوار مع الاخر قال لهم نعطيك حاجه اخرى من مساوئ بومدين. ما خلاش بومدين يروح يحضر جنازه تاع وفاه ام ديالو ويعاود يرجع للحبس. هل هذه ماشي مساوئ؟ هاي ما لازمش انسان، لازم يكون كل انسان يحكم بلاد وكل انسان عايش في الدنيا هذه عنده المساوئ وعنده الحسنات. بومدين عنده حاجه مليحه، يحب البلاد وباش يسرق، وانسان ما يسرقش، ولكن عنده بعض الامور اللي غلط فيها في حياته السياسيه، وان هذا ماشي عيب لانه هو رجل سياسي وراجل حكم الحكم يخطا. المساله هو الخطا الاول اللي داره، الخطا الاول اللي داره لما بعد بوتفليقه باش يجيب اي تحمد كرئيس ولا يجيب بن بلا كرئيس، مع ان كان الحكم جماعي. كسر الحكم الجماعي وزيد نعطيك واحد حاجه اخرى. بومدين كيحكم الحكم الناس اللي كانوا معاه هربوا راحوا المروك داروا روفيجي. قال لك احنا حاربنا الحكم الواحد تاع بن بلا، جابوا بومدين ولا يحكم وحده. وشكون هذايا؟ شكون؟ هاو غير كيما مات اللي ضربوه بكف في ضربوه. قال لك الحكايه يحكيوا عليه ضربوه بكف داخل المجلس الامه اللي كان حاكم المجلس. ما قضيه بوضياف ولا ماشي بوضياف، حنا نهضروا. اسمع الاخ نور الدين. في انقلاب وحطوه في الحكم. شوف خلينا احنا رانا نتكلموا على بوضياف. واش دار واسمه اي تحمد طول حياته هو رئيس حزب في الحزب نتاعو. شوف اسمع نفهمك حاجه، احنا رانا نتكلموا على بومدين. بومدين له مساوئ وله حسنات، ومن بين ما بين المساوئ اللي قلت لك باللي السيد كان في الحبس ما دار والو، كان حاكم رئيس انتخب في 63 داروا الانقلاب في 65، رئيس جمهوريه منتخب من طرف الشعب. ولما داروا الانقلاب نعم
رئيس بومدين ما كانش رئيس جمهوريه منتخب من طرف الشعب، كان بانقلاب، وهذا هو اللي عايشين فيه والمأسات رانا عايشين فيها اليوم الان. مازلنا في الما في الانقلابات والعسكر يحكم فينا، ونبقاو نعب العسكر يحكم فينا بهذه العقليه اللي رانا فيها، ما نخرجوش من العسكر والمخابرات اللي تحكم فينا حتى نموتوا. هذا ما كان بالغصه وبالغمه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نمر شوفوا ترى اخوه اخرين بالك لا عود لنا. شوفوا ترى هذا الاخ امين بالك لا عود يقدر يطلع. اصبر شريف، اصبر الاخ عيسى، صبرت ترى نشوفه مع الاخ امين. انا دخلتك الاخ امين، ما طلبتش الاضافه. الاخ عيسى راك غير تكتب برك. امين انا اضفتك، اذا كان ما مريتش معناتها انه عندك خلل في الهاتف نتاعك ولا في الخط نتاعك. راني اضفتك. المهم الاخوه الشريف، راني مول ثانويه من الوقت اللي كنا في اذاعه وطني، هو عنده اشياء ضد بومدين وحاملها معه، دائما يحاول يثيرها. وحنا الموضوع تاعنا اليوم هو حول الشباب هذو، الاجيال الجديده هذو، كيفاش هما يشوفوا بومدين. للاسف الشديد الاخ امين، اصبر ترى ندخلو عيسى، بالك لعله عيسى يقدر يفوت. عيسى يحب بومدين. اصبر الاخ محمد، شوفوا ترى اني طلعت عيسى. عيسى من كندا. الو. اهلا. اهلا. السلام عليكم. واش راك؟ واش راك؟ اي واش راك؟ واش راك؟ لاباس. واش راك؟ بخير. واش حوالك؟ هذه عندي وقت صعيب. راك تبان بعد العمليه، الحمد لله، ربي يشفيك ان شاء الله، وربي يبارك لنا في عمرك. الله يبارك فيك. المهم انا كي تولات الفرصه هذه وانا نحكي مع بعضنا ان شاء الله، بديتها على بومدين. انا نشكرك بيان على بومدين، بيسكي حوسوا نسيونا في بومدين، وحوسوا نسيونا في الثوره، ويحوسوا نسيونا في الدنيا كل، حتى الجزائر يحوسوا خرجونا منها طول عدو ما نخموش عليها. واش تحكينا الاخ عيسى فيما يتعلق بالموضوع تاع اليوم هو بومدين وهذه الاجيال الجديده هذه. الأجيال هذه تاع السبعينات الثمانينات التسعينات. لا انا ما عنديش مشكل يعرفوهم، بيسك حنا ولادنا يعرفوا بومدين. كي تحكي الولاد كيسمى الجيل تاع هذا اللي نحكيو عليه هو جيل ولادنا، يعني قليل اللي يحوس ما يعرفش، ولا اللي يكرهه ولا ما يحبش يحكي عليه، هذا هو. بصح انا بالنسبه لي انا بهديها كميساج، الغلبه تنحات على الجزائريين في وقت بومدين. الغلبه انه خرجنا من نهضه، هذيك هي هذاك ما دارت الجزائر، نهضه دارتها في هذاك الوقت. دوك اذا نعطيك مقارنه بسيطه لكن ما تعتبرش مقارنه، دوك الجيل اللي عاش البحبوحه تاع بوتفليقه بعد 30 سنه يحكي لك نفس الحكايه اللي رانا احنا عشناها وقت بومدين. يعني نحكي كمواطنين بسطاء مش كسياسيين، الجزائر كانت عايشة نهضة وقت بومدين. ونزيد نعطي مثال أبعد، تركيا اليوم بومدين تاع الجزائر هو أردوغان تاع تركيا اليوم، يعني بكل مقاييس كان فارض نفسه. أنا اللي كان يعجبني من كل هذا وذاك، كان يعجبني كانت عندنا رجلة، كان داير لنا شأن، كان الجزائري محترم في الخارج، كان جزائري عنده قيمة. أنا نحكي لك والله العظيم، في 99 والألفين دخلت سوريا ولبنان، كي نقول جزائري يوقف ويسلم عليه، إنه يحترم الجزائري. كلمة منين جات هذه؟ من أرواح. بصح الناس ما نعرف، أنا ما لي حساسيات سياسية، ما نعرف الناس تكره العروبة، الناس ضد العروبة، اخرين معي يقول لك ايه مخلط. لا خلفيات الناس، كاين هو الناس تتناقش بخلفيات. واحد قال مثلا ما على باليش انا،
واحد باباه ولا عمه ولا خاله ولا جده ولا واحد من المنطقه نتاعو ولا من القبيله نتاعو ولا كذا، قال مثلا هو تاثر الى حد ما في الوقت نتاع بومدين، حامل هو هذيك الخلفيات ويحاول يلقى لك اي ثغره، يلقى لك اي شيء اللي هو يسيء لبومدين يرزق لك فيه. هاك تشوف السيد دركا يتكلم على اساس انه بومدين دخل الشيخ البشير الابراهيمي الحبس، الوغ كو الشيخ البشير الابراهيمي توفى في 65 في ماي، وبومدين وصل ل 65 في جوان، ما على بالوش حتى ايه من هذا النوع دوك نتاع هذا الشباب، هذا هو المشكل اللي احنا نحكيو عليه. احنا الشباب على بالك علاه ما كانش في مصداقيه، ناس ما تهضرش بمصداقيه، تهضر بخلفيات. سما كي يحكي لك قصه يحكيها انه عنده خلفيه باه يوصل بها حاجه يضر الاخر، مش يهضروا بالوطنيه. اعطيك كم مثال برك انه الناس خليني نكمل هذه بس. ربي يعيشك برك. شوف انت قلت قبيل اللي الناس يقول لهم ما تنتشروش ما مذكرتي حتى نموت. الشريف قال لك خاف لي نو موش خايفين من الفتنه، لو كان يقولوا حقائق تشعل النار هما ماهمش باغين هذا الشيء. قال لك كي نموت انا نقول كلمتي. وفيه تناقض في بعض المذكرات تاع بعض المجاهدين وبعض الناس اللي كتبوا مذكراتهم، فيه تناقض بسيط بصح كاين حوار لازم يتحل حوار. كما قلت قبيل بعد 30 سنه هنا يتكتب التاريخ ويتكتب على حقيقته بدون خلفيات. احنا رانا نشوفوا الناس عندها خلفيات لليوم، لليوم عنده خلفيات للانتقام، ما عندوش خلفيات. يا ودي شوف كاين امور اللي هي فيما يتعلق بالتاريخ. فيما يتعلق بالتاريخ. ايه بومدين. التاريخ مش بومدين اللي يكتبوا. التاريخ مش بومدين اللي يكتبوا ولا المدرسة الجزائرية اللي تكتبوا. التاريخ يكتبوه مؤرخين، والمؤرخين هذو لازم تكون عندهم الصفة نتاع الاستقلالية. وصفة نتاع الموضوعية، يعني هذا الإنسان اللي راهو درك هو مشبع بالحقد وبالضغينة ضد بومدين، هذا تنتظر منه نتاع الجلب باش يعطيك تاريخ صحيح؟ ما يعطيكش. هو راه مشبع بالحقد وبالضغينة ضد بومدين، هذا راه يعطيك تاريخ صحيح؟ مستحيل. أنا نرجع لك الكلمة الأولى نتاع جوان 19 جوان 19 جوان 65. أنا للآن أنا دوك الآن واش راه صاري في الجزائر؟ كاين حرب أجنحة، كاين صراع أجنحة. في نفس الوقت في 65 كان نفس الشيء، وأنا أعتبره ما أنا ما أعتبروش انقلاب، أنا جامي اعتبرت بومدين دار انقلاب، لأنه المجموعة اللي عينت بن بلة وحطاته كرئيس بعد ما عرضوها على بوزياف وعرضوها على أي تحمد وكلش وصلت لبن بلة، اللي عينوه هما اللي نحاوه، دونك ما كانش فيها لا انتخابات ولا شرعيه ولا يقول لي انا دار انقلاب. بصح حنا نسميوه نقدروا نسميوه الحسم. وحنا درك يا نور الدين رانا في هذا المرحله، وهذا هو راني تبعت التسجيلات اللي درتها وكثر خيرك وكي رجعت لنا وبديت توعي الناس. الحمد لله على رجوعك. انه هذوك الحوارات اللي درتها دانيرمون حول التغيير والجماعه، وكل عارفين المشاكل يا ناس، دوك نحوسوا على الحلول. انا نعطيكم حل، انا نعطي حل من خلالك انت نور الدين، على بالي كلمتك مسموعه ويسمعوا فيك الكل، هذه متهني. انا الناس اللي حاكمين القرار في الجزائر واللي خايفين على الجزائر واللي خافوا عليها، بيسك هذه الست شهور هي اخطر مومون تاع الجزائر. دوك اذا راح تلقاو حل يا ناس ونخرجوا منها بعنق الزجاجة برك، مش نخرجوا خلاص، ولا راح تروح كيما تقول تا راح الانفجار. حنا انا نقول لهم الحل، الستة اللي ترشحوا مع بوتفليقة تقدر تسميهم نور الدين يرحم والديك، الستة اللي ترشحوا مع بوتفليقة في 99. والله في 99 كاين حمروش، كاين طالب، كاين حمروش، كاين جاب الله الطاطير الخطيب، الخطيب وأي تحمد، أي تحمد كان واحد مات توفى الله يرحمه، أي تحمد هو اللي توفى، بقوا خمسة. الخمسة هذم علاه ما يروحوش هما ذوك أسيدي يديروا حل كمرشحين يزيدوا يعاودوها ونعاودوا أسيدي من 99، أسيدي ما نرجعوش ل 92 نعاودوا من 99. هذم يفرضوا حاجة،
حتى كما قلت انت يديروها حكم جماعي، نديروا المجلس الاعلى لو 11 جونفي يروحوا ينصبوها ما سيدي، يديروا مجلس اعلى كما داروا في 91، يديروا مجلس اعلى بالناس هذم الخمسه، واحد كل واحد يحكم مسؤوليه، وينظموا لنا الجزائر في مده 3 سنين ولا 4 سنين لو اتفقوا، ويفتحوا حوار وطني مع الناس كل، وتجنبوا بعض الاشياء. راهو صراع كبير، والصراع هذا على بال الصراع عنده سيف ذو حدين. الحد الاول الصراع، اذا هذا الصراع اللي راه الفوق هو الايجابيه نتاعو انه ما يكونش انقلاب، مستحيل لان الاجنحه مش متفقه، والشيء السيء فيه انه قادر يهبط لنا يولي ميليشيات للشعب. هذا الصراع اذا هبط للشعب راح يولي ميليشيات، وحنا ماناش باغيين ميليشيات، باغيين الشعب، باغيين وحدة الشعب. صح الجيش بأخطائه بسمعته بقيادته راح يكون مع الشعب، وهذا هو اللي نتمناه. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي ما يكونش عندنا جيش يمين، ما نقولش كيف يمين، الحكم كما راه في مصر صاري المهم هذه إن شاء الله ربما نناقشوها الأخ عيسى في موضوع واحد آخر. المهم الموضوع تاعنا هو حول بومتي. أنا لحد الآن كلمتي وخلي كلمتي للجماعة ما نحكمهاش بزاف، وراني فرحان بزاف بك نور الدين كي وليت، والحمد لله ثاني على أنك تخليت على الوجوه السياسي. وكما نقولوا ديما كان الرجال راح ينصفوك إن شاء الله ويديروك الباسبور، وإن شاء الله ما تعيا في الجزائر، بصح يكونوا رجال، ولازم الرجال هذه تبان يا رجالة، مش تخلي واحد يهضر الجزائر ما يقدرش يدخل لبلاده. حنا نتمنى كل خير يا نور الدين، ونقول لك لحد الان ما زالت ما ولدتش الجزائر كيما بومدين. اللي عجبه الحال ما عجبوش يخبط راسه للحيط. بومدين خدم الجزائر ودار النهضه، اسيدي كملوا واش دار بومدين، ديروا لنا السد الاخضر. هذه الشباب هذا اللي راه ما يعرفش بومدين، حنا غرسنا شجره، حنا غرسنا شجره. حنا شوف اسمع دوك نقولوا بومدين هذا كيما راهم الاخطاء اسيدي راه كلها فيه، خلي نحملوا له كل المصائب حتى من البركان اللي راهو اشتعل في اليابان. نقولوا بومدين هو اللي داروا، خلي كان بقى واحد الاخ قال لك باللي تتكلم بالعاطفه، مش من عاطفه يا راجل الله يهديك. درك نقولوا مثلا هذ الناس بعد اللي جاوا بعد بومدين، درك حتى الحفره هذه دوك اللي طاح فيها هذه عياش ثاني بومدين هو اللي دارها. يا رانا نشوفوا ذركا في العجز، رانا نشوفوا ذركا في حالة المواطن في الجزائر في وقت ذركا لهذه الحرية والكرامة والعزة هذه اللي راهم يحكيوا عليها والديمقراطية وما على باليش واش. ذركا لو كانوا نقولوا الجزائر راها تطورت في المستشفيات نتاعها وتطورت في التعليم نتاعها في الحريات وراها حالة المواطن الجزائري، أنا نشوفوا ذركا راهم ناس تركا من هذه الأجيال الجديدة يقول لك باللي احنا الجيل تاعكم جيل ذهبي. قام يقولوها حتى هذ الناس اللي مرات لما تسألهم تقول له انت واش هي المرحلة نتاعك، هذو اللي راهم دركا تلقاه يسب في بومدين الليل مع النهار، تقول له واش هي المرحلة اللي كنت فيها لاباس، يقول لك مرحلة السبعينات. يعني دركي ما يقولوا في البلاد الداب جيفة والمصور حلال، مرحلة السبعينات هي المليحة ولكن بومدين مش مليح. يعني سبحان الله إنسان يكون منصف ويكون موضوعي. فهمت درك هذه الشباب هذو اللي راهم درك موجودين للأسف الشديد ما عندهمش هما ذوك الطلاع لا فيما يتعلق بالتاريخ نتاع الجزائر الحديث ولا القديم، ما عندهمش الطلاع. وللأسف الشديد رانا احنا ذوك نشوفوا ذوك كاين بعض من الناس يقول لك مثلا باللي قضية هذه نتاع التاريخ، ها نشوفوا ذوك احنا في المرحلة نتاع التسعينات. هم كاين بعض من الناس درك هذوك لما تبدا تحكي له باللي راه صارت المجزره الفلانيه ولا صارت الحديث الفلانيه، الناس تقول لك كيفاه، تقول لك انا ما على باليش. لماذا؟ لانه والديهم ما حدثوهمش. علاش ما حدثوهمش؟ لانه كاينين الناس اللي راهم عاشوا هما مثلا تلك الماساه في الجزائر ما مش حابين يورثوها لاولادهم. انا ولادي ما نحكي لهمش. لماذا؟ ماشي قال مثلا ما يحبوش على يطالعوا والله لا قال احنا عشنا مرحلة نتاع مأساة ومرحلة نتاع دموع، ما تحبش انت تحولها لولادك، خلي عليه هو يعيش حياته طبيعية، يقرأ قرايته نورمال
وفيما بعد بشويه، لانه المساله تتطلب وقت. واش تروح تحكيها انت لواحد انت ابنك في عمره 5 سنين هو يقرا، تحكي له انت الماساه؟ كاين بعض الاشياء ما يستوعبهاش هو المخ نتاعو، ما يستوعبهاش العقل نتاعو، تلوث له انت الشباب نتاعو، تسمم له انت الحياه نتاعو، خليه ليه يعيش يقرا نهار اللي يلحق المستوى من النضج ومن الرشد انت تحكي له. قضيه نتاع الثوره نفس الشيء، كانت الناس تحت الوسمو تحت الرعب، فهمت، تحت السيطره نتاع الاحتلال، تعذيب، ناس قتلوا لهم والديهم قدامهم، ناس قتلوا لهم خوتهم قدامهم، واسمو أسر بالكامل دمروها، عائلات بالكامل حرقوها، ناس تعذبوا قدامهم. وفي تلك المرحلة الجزائر كانت عايشة في فترة نتاع احتلال، كانت تتطلب وقت، تتطلب مرحلة اللي بحيث هو أن الناس الشعب الجزائري يتنفس يعيش شوية نتاع حرية. فإذا به دخلت هذيك الصراعات، صراعات لماذا؟ لأن الناس في تلك المرحلة ما كانتش عندها ثقافة الدولة، خطر واحد منهم ما مارس الحكم، وهذا أمر عادي، ما كانش عندهم ثقافة الدولة. تالي لو كان جات عندهم هم ثقافة الدولة، يوضوا أنه يخدموا جماعيا مع بعضهم ويمشيوا وحدة وحدة على جل باش ينقلوا الجزائر من حالة الاحتلال الحالة اللي فيها الاستقلال ويعيشوا مع بعضهم. في تلك المرحلة كان الخطف، واحد قال واش يا وخطف أرض، كان واحد كولون ثم كان عايش فيها راح تلمط عليها، فهمت، وكانت لا وثائق لا والو، ادي قال واشي هذه الارض نتاع فلان، هذه واشي واحد يهجم على بيت يديها، واحد يهجم على فيرما يديها، واحد كذا وكذا وكذا. وكتاش بدات تبان الدوله؟ حتى درك بدا هو هذاك الجيش التحرير، كانوا اغلبهم ناس يعني من محدودي المستوى التعليم، يعني ما كانوش قال مثلا كيما راهم دركا، قال دي باشولي وقرأوا في مع البريشن الشرشال وقرأوا في ثكنات وفي كليات مختلفة وقرأوا في الخارج، كانوا مساكن المخير فيهم راح تدرب في مصر ولا في العراق، المخير تدرب في مصر ولا في العراق، وكانوا يواجهوهما. للأسف الشديد خرج عيسى، للأسف الشديد هو أنه ترتبت على هذه الصراعات أشياء اللي ما زال إلى اليوم إحنا رانا نعاني منها. وهذا الامر هذا اذا كان دوك مثلا وقعت اخطاء والله لا يتحملها بومدين وحده، كل الناس يتحملوها، كلهم بدون استثناء. بالك لا عاود يطلع يفيدنا باش ما يو انتقد بومدين على روحك. الاخت اللي ترمز الاسم نتاعك بورده، تقضي بومدين على روحك، علاش انا قلت لك انا ما تقضيش؟ على الاقل واحد يكون عارف بروحه واش راه يقول. أخ عبد الملك مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ عبد الملك. بك مرحبا أخويا، السلام عليكم. وعليكم السلام، منين راك تكلم فينا الأخ عبد الملك؟ الله يبارك، راني نكلم فيك خويا من سطيف. مرحبا بك، خويا تاع سطيف. أهل الكلمة والنيف. الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم إن شاء الله. اللهم امين. واش تقولنا الاخ عبد الملك في الموضوع تاع اليوم حول بومدين؟ يا اخينا هو انسان كما يقولوا يخطئ ويصيب، انسان مجاهد مناضل، نعم راك تسمع فيا؟ راني نسمع فيك، تفضل. راك تسمع فيا الاخ؟ نعم. إيه هو كيما نقولوا المرحلة تاعو هو كيما نقولوا كانت أثناء كيما نقولوا الفترة الاستعمارية، كيما نقولوا الحقبة، كيما نقولوا الوقت نتاعو غير في صالحه كيما نقولوا، وقدم الكثير للجزائريين، قدم الكثير يعني بإنجازات، ساهم في بناء المجتمع الجزائري، ساهم ودعم كما نقولوا البلد إلى غير ذلك. نعم. اما بخصوص الفرق بين العهد نتاع الرئيس الراحل هواري بومدين والرئيس الرؤساء اللي من بعده، المرحله تاع هواري بومدين كانت جد رائعه فيما يخص الرجوله، فيما يخص الازدهار، فيما يخص النمو، فيما يخص في جميع المجالات. نعم.
له مساوئ، لكن الأصول تاع الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذكروا الناس بمحاسنهم. لكل إنسان مساوئ، سبحان الله العظيم، لازم يخطأ ولازم يصيب، وإنما إصاباته كانت كثيرة. كما نمر المرحلة تاع بوتفليقة، يعني الفرق بين هو وبين بوتفليقة، الفرق بيناتهم أنه بوتفليقة كان في مرحلة ثانية حساسة وصعبة، والشعب الجزائري عانى الاضطهادات ما بين الجيشين. كما نقولوا الجيش الإسلامي والجيش التحرير. أنت الولايات الجزائر في المرحلة ما بين 90 إلى غاية كما نقولوا إلى غاية الوقت الحالي. نعم، أمور موضوعية. تسمى بوتفليقة ثانية هو لقى وضع صحيح. كذلك بوتفليقة قدم الكثير للبلد، ولكن هيهات انظر لما خلف البوتفليقة. ما ننظروش حنا البوتفليقة، بوتفليقة له محاسن. نعم، له محاسن وله مساوئ كذلك، ولكن ما خلف بوتفليقة كما قال هو أنا ما عنديش خاتم سليمان. بوتفليقة قدم الكثير للجزائر في المرحلة هذه، ولكن للأسف الشديد يعني لما خلف بوتفليقة خانوا العهود، خانوا دماء المجاهدين. تقصد واسمه البطانة؟ أنا أظن والله تقصد البطانة نتاعو، يعني بطانة السوء اللي دايرة به. بارك الله فيك. لماذا؟ لأنه بوتفليقة ثاني يحب الوطن نتاعو، ورغم لو أنه الآن في صحة جيدة ما راحش يقبل بالوضع اللي راه فيه الحالي، هذا ما يقبلش به نهائيا. كما يقولون ناس بكرية ما خلف السواهي دواهي. إيه صحيح. هو شوف نقول لك، هو من ناحية الموضوعية هو أنه بوتفليقة أيضا هو يعني كما نقوله مقارنة بمومدينة. بومدينة هو جاء فترة نتاع واسمه يعني فترة كما نقوله تداعيات نتاع الاحتلال، هو كان يحوس يعالجها والأمور مطرد قام زربعة. كانت كاين المشكلة نتاع في منطقة القبائل، بحيث أنه كان أيت حمد وجماعة ثم كانوا مسلحين، كان فيه واسمه عملية نتاع تمرد الآن يعني مسجلة بالصوت وبالصورة، وتشوف يعني الجزائر على أهبة نتاع حرب واحدة أخرى. للأسف الشديد خرج هذا الأخ هذا عبد الملك. دوك الإنسان لما يكون موضوعي، بوتفليقة أيضا هو لما جاء ثاني أيضا لقى واسمه تداعيات يعني نتاع هذيك الحرب الأهلية اللي صارت في الجزائر، ولو فيها مئات وآلاف القتلى اللي في تلك المرحلة، وكانوا جزائريين يتقاتلوا مع بعضهم البعض. لقى هو فطرة، ولكن فيها أخطاء نتاع بوتفليقة. دوك هو لو كان بوتفليقة قال مثلا دار مصالحة حقيقية، بحيث هو أنه قال مثلا أنهى الصراع هذاك، وقال مثلا جاب الناس كل على طاولة الحوار وتناقشت الناس، ربما رانا خرجنا من الأزمة. المشكلة نتاع بوتفليقة هو أنه للأسف الشديد هو أنه المصالحة الحقيقية ما دارهاش. الأخ اللي كنت تكلم فيه على فرحة عباس صراحة معك، فرحة عباس إنسان سياسي وكانت أيضا عنده نظرة بعيدة، مثل وش اسمه ناس آخرين، وكان قادر يساهم بالرؤى نتاعو بالأفكار نتاعو. ولكن وش راح نقول لك، أنا مانيش من النوع هذاك اللي هو لما يهز واحد يهزو. أنا نشوف فيهم باللي كامل شاركوا في الثورة وشاركوا في البناء نتاع الجزائر، كل واحد حسب الطاقة نتاعو، كل واحد حسب الأفكار نتاعو. وقعت أخطاء بومدينة، هذا كما كان يقول الأخ ماهوش رسول ولا نبي، هو بشر وأصاب وأخطأ. فهمت؟ كانت ظروف اللي هو كان يشتغل فيها. نفس الشيء بالنسبة للبوتفليقة، راه هو قال مثلا راه كاينه بعض الأشياء اللي راه تحسب له،
كاينه بعض الاشياء اللي راه تحسب ضده وهكذا. قلت لك الاخت امكانيه نطلع بدون صوت وصوره، كيف اطلع بدون صوت وصوره باش كيفاش نسمعوك؟ نسمعوك بالصوت وبالصوره، لما واحد يطلع بالصوت وبالصورة. ما أنا مانيش من نوع هذاك اللي يحب يطالع، ممكن تقدر قال الأخت والله عندك ما على بالي، ولكن نسمعك بالصوت كيفاش تطلع كيفاش تكلم. الأخ ياسر الدمبري نزيد نعاود نطلعك، راني طلعتك دو أنه عندك مشكلة. الأخ عبد الخالق فيما يتعلق بالمذكرة تاع الشهادة اللي أنا شخصيا والله مازال ما قريتهاش، لو كان نلقى واحد كيما واحد هكذا يكون عنده رابط هكذا ملف بي دي اف والله يقدر يمرنا والله يعمل مزية. ما عنديش المذكرة تاع الشهادة، حتى المذكرة تاع أحمد طلب ما عنديش، عندي الوسم تاع الوالد نتاعو تاع الشيخ البشير الإبراهيمي، ولكن نتاعو هو تاع أحمد طلب ما عنديش. لو كان جيت في الجزائر ربما تحصلت عليه. وانا يهموني هذه الامور هذه نتاع المذكرات، نحب نقرا الناس كل. الاخ ياسر مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم اخ الكريم، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله ربي يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الاخ ياسر؟ من شومبيري. شومبيري. مرحبا بك الاخ ياسر. تبارك الله فيك. والله دوخني الانسان هذا اللي كان يا اخي في الموضوع تاعك يا اخي بدون خطوط حمراء يا اخي. تفضل، المهم يكون كلام وفق الاحترام. كاين عائلات راهم يتبعوا فينا، تفضل تكلم ما فيش مشكله. فوالا بكل احترام الناس تبع كاين. فوالا دوخني الانسان هذا اللي كان يشكر في بوتفليقه. الانسان هذا بالك كاش ما عطاته، ما على باليش انا كاش ما عطاه بوتفليقه، كاش ما عطاه سعيد، كاش ما بوتفليقه من نهار جا من 99 قبل ما يجي ديجا كان انسان سراق. انسان سراق كي جا للجزائر، انسان هذا بوتفليقه كي جا دخل الجزائر دخل بعهده سراق. انسان سراق دخل بعهده سراق، نهب البلاد هذه، نهبها والناس كامله على بالها. وكاين حوايج بزاف اللي غافلين عليهم الناس، الحوايج اللي سرقهم قعدت مخفيه لحد الان، ما يقدرش يبينها لك، ما يقدرش يبين لك. دار لك باطيمات، دار لك هذه، دار لك هذه، هذه يديرها بلا مزيت وما دارهاش من جيبو. سيد بوتفليقه هذا ما دارهاش من جيبو، دارها بالدرهم الجزائر، ليش دراهمو هذه؟ باه يدير لك باطيمة كثر خير بوتفليقة، يدير لي أنا ما على باليش أنا مشاريع شرق غرب هذيك دراهم نص كامل كلاوهم. بوتفليقة ما دار والو في الجزائر هذي. بوتفليقة دار حاجة واحدة، نهب جا إلا إيتي أونفوايي باش ينهب البلاد هذي. هذا ما كان واحد ما يغلط فيها ولا موضوعي الاخ ياسر. لا انا حبيت الريبوندي على السيد بولحيه هذا. هذا ما كان. لا ما تشوفش الكلام تاعك انت، الكلام تاعك انت ما تشوفش. خلينا انت شوف فرق بين الشكر والمديح وبين هو انه الانسان يكون موضوعي. لما الانسان يكون موضوعي ولا منصف، هذا مش معناته باللي راهو كما يقولوا في البلاد راهو يشيت. والله موضوعيه تتطلب هو انك انت تقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات. هذه هي الموضوعيه. يعني انت درك تقول لي باللي بوتفليقه ما دار والو، انا من اشد المعارضين له، من اشد الناس المعارضين للسياسه نتاعو. كنت ضده ماشي في 2018 لما راهو بالكروسه، كنت ضده سنه 1999. ولكن الانصاف الموضوعية تخليك هو أنك رغم أنه الفطرة نتاعي وأنا راني عشتها كم برا في الخارج، عشتها كلاجئ سياسي، لكن الموضوعية دوك أنا ما استفدتش، أنا ما ديتش، أنا ما استفدتش من المرحلة هذه نتاع بوتفليقة. ولكن الأمر هو لا يتعلق بشخصي أنا، كاين الناس اللي راهم درك هما استفادوا داو سكنات
صحيح ما دار مش مهمه بدرهم باباه صحيح، ولكن كاين انجازات، كاين فيه طرقات، كاين فيه مستشفيات، كاين فيه مؤسسات راها تبنى، وكاين فيه بعض المشاكل. اسمح لي برك نكمل لك هذه الفكره برك. دوك مثلا احنا نكونوا موضوعيين، مثل ما نقراو احنا قال مثلا نقراو الاعذار البومدين، لازم نقراوها المصالي، لازم نقراوها لأيت احمد، لازم نقراوها الكريم بالقاسم، لازم نقراوها لزيد او عمر من الناس. الموضوعيه تقتضي لما احنا قلنا باللي بومدين دوك مثلا هو دار مؤسسات او دار شركات او دار يعني هياكل بناها، قلنا احنا باللي كاينه بعض المسائل تتطلب وقت، ما تقدرش انت تبان الثمار تاعها ثم. كذلك الامر بالنسبه لبوتفليقه، بوتفليقه هو راه ورث وضع، لازمك تعرف باللي الجزائر كانت في مرحله كانت يعني مخنوقه من طرف الصندوق النقد الدولي، بحيث انه كانت فيه ديون، وكانت الجزائر في حاله ركود، يعني كانت الجزائر في حاله حرب. هذه كانت معروفه من باللي بوتفليقه الشيء اللي ننقدوا فيه البارح واليوم وغدوه، هو انه لم يساوي بين الجزائريين، ما سواش بيناتهم، فهمت؟ وين انك تشوف انت دوك مثلا يروح يبنيك انت مستشفى، يبنيك انت واسمه سطاد، يديروك في تيزي وزو، دوك غنتكلم برك نقول تيزي وزو كاين جماعه ما يعجبهمش حال، يدير لك انت سطاد كيما نتاع بايرن ميونيخ والله، يديروك في تيزي وزو، ولايه واحده اخرى ما عندهاش مستشفى. انا يعني كجزائري غيظني الحال، والمفترض هو انه المواطن اللي راه في تيزي وزو غيظوا الحال. يا خويا هما يتكلموا على الجامع، يقول لك هم داروا الجامع، داروا الجامع في الجزائر العاصمه خويا، علاش ما يروحش يبني مستشفى؟ لكن ما يقولوش هاو دار سطاد في تيزي وزو. بصح الناس اسمح لي اخي كريم، اسمح لي، هذا الجامع اللي هم يهضروا عليه، الجامع الكبير هذا ما داروهش، كي بناوه وبناتو الحكومه صح، بناتو وبين يعتبر من اكبر المساجد يعني في افريقيا، هذه كاينه صح، بصح الناس اللي ما عرفتهاش، علاه بناو المسجد هذا؟ علاه بناوه؟ بناوه باه يديروا الظل الكور اللي من وراهم. روح شوف من ورا المسجد واش كاين، دوك الناس تفيق. شوف ما بناوهش بل على جال بلاد اسلام ولا نو، واحد ما يغلط فيها هذه نو، داروها باه يديروا الظل للغاش اللي من ورا المسجد، الكور لي كونسولا اللي كاينين ثما والكور اللي عايشين ثما، هاو اللي داروا المسجد. المهم فيما يتعلق انا شخصيا قلت لك باللي نحب الموضوعيه ونحب الانصاف. بوتفليقه كاينه بعض الاشياء اللي تحسب له، كاينه بعض الاشياء اللي تحسب ضده، هو الشيء اللي اخفق فيه هو المشروع تاع المصالحه، رغم انه الناس راهم دايرينه باللي هو دار المصالحه. لو كان بنيه المصالحه على اساس صحيح، بحيث هو انه عولجت هذه المساله هذه تاع عربي وقبائلي، وعولجت قال هذه المشاكل اللي راها صارت في البلاد، قال مثلا هذه الصراعات اللي كانت موجوده اللي كان دوك مثلا من بينها كان يحكي الاخ شريف من قبلك، هذه الاشياء هذه لو كان عولجت، يعني قال مثلا في الفطره نتاع بومدين كانت الله غالب المرحله تقتضي هو انك انت تسايرها، الان في المرحله هذه قال مثلا العهد الاولى، قال ودي تقرا له انت الاعذار، قال العهد الاولى قال الجزائر كانت خارجه من حرب اهليه طاحنه وكذا وكذا وكذا، قال العهد الثانيه كانت مرحله نتاع استقرار نوعا ما، المرحله الثالثه والرابعه يا صاحبي وراك رايح، المفترض هو انه قال في العهد الثالثه، العهد الثالثه كانوا الجنرالات هذوك نورمالمون واحد منهم يقعد، العهد الثالثه كانت هو انه تبنى الدوله نتاع المؤسسات في العهد الثالثه، لكن للاسف الشديد راحت الان دوك راهم الناس اللي راهم يطالبون بالعهد الخامسه، وهذا شيء انا شخصيا ما نقبلوش. هذو الناس هي تو سامبلومون الناس اللي طالب بالعهد الخامسه ومازال تطالب سته وسبعه وي سون كابابل يموت ويخرجوك غير الكادر وما يديكلاريوش باللي ميت، باسكو خوه سعيد على بالهم باللي هو حاكم الحاكم المقعد الكبير او في كما يقول لك او في القلعه او في القلعه الكبيره،
دونك هما ما بي هما ماذا بهم يعني او جيبو يتعمر، هو جيبو يتعمر معليش، واش على ما يحوش على الغاشي الله يسهل عليه. انا نشوفو فيها تاع فلان هم كاين تاع فلان او كاين تاع الرسيدي، هم كل الناس كلها بخير عليها، هذا ينهب هذا عمر غول شحال دا كش ما واحد حاسبو، واحد ما يحاسبو شكيب خليل سعداني سعيداني هذاك واحد ما يحاسبهم هذا الناس كلها بخير عليها واحد ما يحاسبو، وراه ما مش عايشين في الجزائر، عايشين كل في باري، الناس كلها عايشة في باري، ساكنين دي زابار عايشين شارين دي زابارتمون في باري أموال الشعب، والشعب بصح شعب رخيص، أنا أقول لك شعب رخيص. لا 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 برسكو ما يدافعش على حقه، لا كاين لا بلو بار شعب كامل ما يدافعش على حقه. لا 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 يا أخي كلمة ما يدافعش على حقه. تحية بوتفليقة تحية بوتفليقة، وراكم رايحين كلكم. لا لا خلينا لازم اسمع لما تتحدث، اسمع لما تتحدث للشعب تقول باللي شعب رخيص، معناتها انك انت رخيص لانك انت مش شعب. اسكو انت تقدر واحد يقول لك انت رخيص؟ نقدر انا نقول لك اش في بارتي، انا اش في بارتي دو سو بوبل يا اخي. لكن انت تنتمي لهذه الفئه، انا ما انتميش لها. سي مالورو هذيك الذوق ما فاقوش، الذوق ما فاقوش الوقت صح. هذاك عياش هذاك تنتقد في البير واحد تنتقد انسان يكون موضوعي في الكلام تاعو. كاين الناس اللي راهم دركم راضيين بهذاك الذل، وراضيين بالطحين، وراضيين بالشتاء، وراضيين بالرخص. صحيح هو انه كاين فيه فئات اللي راهم دركم هكذاك، ولكن انا كنقول كاين فيه رجال في الجزائر، انا كنقول لك شعب رخيص، انا كنقول لك شعب رخيص ماشي الشعب هذا اللي ضد بوتفليقه اللي معاه. مانيش نقول لك انا شعب رخيص شعب تاع الشيطه، مش نهضر لك على الشعب الجزائري الحر. نو المهم شكرا اخي الكريم، نخليه فرصه لربما الاخوه اخرين. نعاود نمر وراء الاخت هذيك اللي تحوس تديري مداخله، الأخت راها نو بوردة ما عندكش الخاصية هذيك، ربما راكي تكلمي بالوش اسمه بالكمبيوتر، هذه لازم تكوني تكلمي بالهاتف النقال. الأخ عبد الملك نعاود نطلعك، قبيل كنت دخلتك وتقطعت المكالمة، ربما عندك ضعف الخط. ترى بالك لعب المره، المهم ما نزيدوش نطولوا بزاف. المهم معذر الاخوه رانا المباشر كما تعرفوا. شكرا بارك الله فيك الاخ. نعم تفضل الاخ. بارك الله فيك الاخ، اريد بعض الكلمات للتنوير بارك الله فيك الأخ. أريد تنوير الأخ السابق اللي كان يقذف يعني فيا، قال لك أنت من بين الناس اللي مثال نقوله ساهموا كما نقوله في النصيب البوتفليقي، راهو حاطني من هذوك الناس. لا يا أخي الكريم، الرسالة هذه راح نوجهها للأخ اللي كان يحكي هذا وين أمامي، هاك فهمني الأخ الكريم. نعم ألو. نعم أنا إنسان جزائري بسيط، إنسان جزائري أتحدى هذا الإنسان، أتحدى الإنسان هذا اللي كان يحكي. إحنا لدينا كما نقولوا أسس ومبادئ نتكلم بها. لدينا حدث بالأصول، يقول عمر بن العاص عليه الرضوان: سلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. ويقول كذلك: سلطان نعم.
اخ عبد الملك يبدو انه راهو عندك الخط تاعك مهلهل او يقولون كما يقول عمر بن العاص سلطان ظلوم غشوم خير من فتنه تدوم. هؤلاء هذا اعتقد القول هذا ابن تيميه اخويا نثني راني خلف البحار ايوا سامحني لا خلف البحار قل كما تشاء ولكن اذا اسات لشعب باكمله فانت المسيء. لا ما نسمح لهش لا هو ولا انت نحن نتحاور اسمح لي انا مواطن بسيط لا استطيع الخروج عن الحاكم ولو كان ظالم. اسمع نتجاوزوا مع على بعض الكريم. احنا درك اسمح احنا رانا ننتقدوا في هذا السلطان وننتقدوا في هذه السلطات وما نفوتوش كلمه على بعضنا البعض. لا اخي سامحني الاخ عبد العزيز بوتفليقه سياده الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لما اتى الى الحكم شكون اللي كان يطبل له وشكون اللي كان يا اخي الشعب اللي كان يطبل له ولا طبلت له انايا؟ انا خاطي انا كنت ضده. الشعب اللي كان يطبل له انا كنت ضده. انا ثاني كنت ضده الشعب فيه وفيه كان اللي كانوا معاه وكان اللي ضده. فهمتني؟ هذا هو الشعب للاسف الشديد هذا هو الشعب تاعنا. انا ماني ضد حتى واحد وغدوه يترشح ثاني واحد ودوك يقول لك عنده محاسن ويحكم 4 سنين او 8 سنوات او 12 سنه ويقول لك فيه وفيه وفيه. الموضوع تاعنا راهم يحتجوا. الموضوع تاعنا هو حول بومدين يا اخي بومدين والاجيال الجديده. يا اخي بومدين هو انسان رجل شهم يعني وضع الجزائر في القمة رغم الداء والأعداء سنظل كالتاج فوق القمة الشماء نحن شعب نسير دون رئيس. الحمد لله الجزائر بإذن الله لن تسقط ما دام أبناؤها واقفون في الداخل وليس في الخارج لأننا سنموت هنا وسنعيش هنا ولو في الأكواخ. نجيو معك أخوي عبد الملك نجيو معك ونسكن معك. أكيد أنا نموت هنا. أنا اسمح لي مرحبا بكم في الجزائر. مرحبا. الجزائر هي بلد كل جزائري حر. أنا لا أملك جواز سفر في عمري 45 سنة لا أملك جواز سفر. كون يهدوا لي جواز سفر يقولوا لي تروح لمكة نقول لهم مانيش خارج من الجزائر. يا أخويا وما عندي ولا لا الرئيس بوتفليقة لا العباس المدني لا العلي بالحاج لا البوضياف. ما عندي الولاء حتى بشر. عندي الولاء رب العالمين سبحانه عز وجل. معليش ربي يكون معاك الأخ عبد الملك وأعيش وراضي بما قسم الله لي وقدره لي. ربي يحفظك خويا عبد الملك. احنا ما هربناش من البلاد هذه. سامحني الاخ الكريم نزيد لك برك. احنا ما هربناش من البلاد هذه وما نهربوش منها ونروحوا للحبس وما نديروش اللجوء السياسي. احنا انا شخصيا نتحدث على نفسي انا نموت هنايا ونتسجن هنايا واسمح لي وننتحر هنا في البلاد هذه وما نديرش اللجوء وما نقطعش البحر في فلوكا ياكلني الحوت. هذه باش يديرها اي جزائري في راسه هنايا راهو خارج البحر منه وقاعد يغني علينا. فهمتني؟ ويزيد يقول لك الجزائريين شياتين. لو كان يجي هذا الانسان اللي كان يحكي هنايا للجزائر وقسما بالله العظيم انا ما استفدت والو من الجزائر. نشرب الدم نتاعو هنا في الجزائر. واذا كان هو راجل لا. يجي هنا للجزائر ويقول لنا انتوما انا نشرب دمه وما نروحش انا لوراه عايش هو كيما الطحان ثم يجي يشيت الجزائريين. ما انا محتاجين والو. لا مش ديك الكلام هذا يا خويا غلط. هو تزيد تعالجو بالخطا. لا واش انا ما قصدتش عبد الملك. انا راه كاين اخوه اخرين ينتظروا. انا انسان حر في ارائي يا اخي الكريم.
حر في آرائه، وإذا كان أنا حبيت نوالي بوتفليقة ما يسليش أنا هو، وإذا كان أنا حبيت نوالي المخابرات ما يسليش هو، وإذا كان أنا حبيت نوالي الإرهاب، إذا كان أنا حبيت نكون مع عباس المدني والله علي بالحاج يسلي هو ما يسليش. يا الأخ لما كانت صفة تعود حدها لأنه شوف ما هوش هذا هو الموضوع تاعنا اللي كنت والله هو انتم راكم حبيتوا ديروا معارضه في تتعرض فيه وهو يعارض فيك، والموضوع تاعنا هو حول انا راني ملي فتحت المباشره انا نتفرج اسمع لي ناقصت حتى واحد يا اخي. شوف انا راني نحاول قصد حتى واحد وما نقصد موضوعي حول الجل باش نكون موضوعي. بارك الله فيك على كل حال. نشارك اكبر قدر ممكن من الاخوه والاخوات على جل باش نعطيهم الفرصه باش نتكلموا. ربي يبارك فيك الاخ عبد الملك، شكرا. شوفوا ترى هذا الاخ عيساني بارك الله يقدر يطلع، ما كانش مشكله الاخ اللي تسمي روحك بيزيد المخابرات راه يسمعوا معنا حتى مشكله، يسمع المخابرات ولا الموساد عندنا حتى مشكله، رانا نتكلموا في كلام موضوعي كلام عقلاني، فهمت؟ للاسف الشديد الاخ عيساني يبدو هو انه عندك اشكال في الخط تاعك. اخ محجوب نفس الشيء، الأخ محجوب مازال عندك كمان. المهم الإخوة والأخوات اللي كنتوا تتابعوا في المداخلات نتاع الإخوة، مرة على مرة راكم تعرفوا باللي كان فيه بعض الأشياء اللي هي تكون خارجة السيطرة. الإنسان راهو يتكلم على المباشر، ما نحبش أنا نقطع الناس هكذا إلا إذا كان يعني كلام ساقط هكذا ولا كلام طايح في ذيك، من بعد واحد يضطر على جل باش هو يخرج الناس هذو. لكن على العموم يعني الإنسان يحاول قدر الإمكان على جل باش يشارك الإخوة والأخوات في النقاش. الاخ عبد الخالق قلت لي لقيت مذكرات، بعث لي الروابط نتاعهم برك، بعثهم لي على الخاص، بعث لي الروابط ومن بعد انا نحملهم. فهمت؟ واش تحوس اللي قلت لي الاخ من المسيله؟ الاخ عيساني راني دخلتك يا صاحبي، دخلتك وراهو انت دخلت في الاول لما دخلتك، من بعد عندك انت رفض من عندك. المهم الا كان راه عندك مشكله في شوف الهاتف نتاعك الاخ عيساني. ربي يبارك فيك الاخ بالحرشاوي، وعليكم السلام ورحمه الله. ربي يرحم الشهداء. اذن الاخوه والاخوات كان الموضوع تاعنا اليوم هو حول هواري بومدين وهذه الاجيال الجديده. كان النقاش مفتوح، تدخلوا فيه بعض الاخوه، كاين اللي التزموا بالنقاش وادلوا ببعض المداخلات، وكاين الناس اللي ما التزموش بالنقاش. المهم نحن على المباشر ان شاء الله، ربما في المستقبل اذا كان اتيحت لنا الفرص ان شاء الله نزيدوا نعاودوا نفتحوا نقاشات اخرى. قداش من مره ندخلك ما كانش كيف كيف كل اخ عيسان كل عيساني كل اخ هذا محجوب، في اثنين عندكم مشكله في الهواتف نتاعكم. اذا باش نختموا هذا البث المباشر، في رايي فيما يتعلق بهذا الموضوع نتاع الاخوه الشباب، الاغلبيه نتاعهم ما عرفوش هذه المسائل لانه
كما تعرفوا التاريخ نتاعنا موجود يعني في بعض الشهادات نتاع بعض المجاهدين، والتاريخ ما راهوش يعني موثق بشكل رسمي، راهو يدرس قال مثلا في الجامعات وفي المدارس وفي المساجد وفي كذا، فيه ناس عندها خلفيات وكل واحد يناقش في التاريخ من الخلفية اللي راهو قال مثلا تلقى واحد راهو عنده خلفية إسلامية يناقش في الموضوع من هذاك الباب، كاين اللي راهو دوك مثلا عنده خلفية علمانية يناقش في التاريخ من الباب تاعو هذاك، كاين اللي راهو قال مثلا ينتمي لهذو المجمع نتاع الصمام يناقش في الموضوع تاع التاريخ من هذيك الخلفية، كاين الناس اللي راهو ينتمي للمجموعة نتاع وجدة راهو يناقش هو في الخلفية يناقش في التاريخ من الخلفية هكذا. وبقينا احنا في ظل هذيك الصراعات في غياب كما نقولوا موضوعية، وفي غياب كتابة التاريخ كتابة يعني صادقة وكتابة صحيحة وكتابة موضوعية، هذا الشباب كرهوا من هذه الصراعات. كاين درك منهم اللي راهو درك انت لما انت تجي تحثو يقول لك اخويا فكني ما تحكي ليش انا تاريخنا هذا، خليني نحب نعيش الحاضر نتاعي وحب نعيش المستقبل نتاعي، ما تحكي ليش انا التاريخ هذا ما يهمنيش، وهذا خطأ كبير. الأمة اللي ما عندهاش تاريخ هذه لا تعتبر أمة، فهمت؟ لازم التاريخ هذا مهم جدا، لأنه فهم التاريخ راح نفهمه الحاضر نتاعنا. لما انت دوك تقرأ التاريخ قراءة موضوعية تكتشف من أنه كانت فيه صراعات موجودة وتمتد إلى عمق نتاع التاريخ، بالتالي فهم هذه الصراعات يخليك هو تعرف أماكن الخلل. لما انت تعرف أماكن الخلل وراك عايش في الحاضر تستطيع هو أنك أنت من خلال هذاك التشخيص الدقيق هو أنك أنت راك رايح تعطي أجوبة وتعطي العلاج لهذه الأزمات اللي راها هي ساهمت في تعطيل الجزائر. باختصار أنت تنظر للمستقبل، إحنا نشوفوا المستقبل، لكن ما تجيش واحد ذوك يقول لي أنا متحكي ليش على بومدين، ما تحكي ليش على مصالي الحاج، ما تحكي ليش على مؤتمر الصمام، ما تحكي ليش على الثورة. كيفاش هذه الثورة لما تكون تتفاخر فيها تتفاخر بها أمام الأمم قال إحنا الجزائر وعندها مليون وأكثر من الشهداء والجزائر قدمت أرواح والجزائر كذا وكذا، وكيفاش ما تقراش تقرأ العناوين؟ ولا لابد هو أن الإنسان يدرس هذا التاريخ دراسة موضوعية وينظر للمستقبل. كاين بعض الناس اللي هم متشبعين، هذه الفكرة مازالني مقتنع بها، كاين الناس بعض الناس متشبعين بخلفيات وبأحقاد، ولو كان احنا رانا جينا يعني نستعملوا في بعض المصطلحات، يجي واحد يقول لي درك انا مثلا يقول لي بومدين ما كلمش حتى رصاصة في الثورة، يعني لو كان نولي انا نتكلم بالمستوى نتاعو، هذا مستوى نتاع واحد، هذا إنسان يحب التاريخ أو إنسان هذا موضوعي أو إنسان صادق؟ كيف السيد كان قائد جيش نتاع الأركان وداروه مجاهدين بعد هذا المؤتمر تاع الصمام والحكومة المؤقتة وكذا، ويجي هو يعترف بالحكومة المؤقتة ويعترف بمؤتمر الصمام ولكن لا يعترف بقيادة الأركان؟ يا هل ترى هذا إنسان موضوعي؟ يا هل ترى هذا إنسان يحوس الخير البلاد؟ لو كان جيت أن نفكر بالمنطق نتاعو تاع أنه واحد هو يتسمى يأذيك، لأنك لما أنت تكون أنت حبيت ولا كرهت، بومدين يعتبر رمز، حبيت ولا كرهت، لما أنت تجي أنت قال مثلا هو راهو من منطقة القبائل يجي يقول لك كلام هذا، يقول لك بومدين ما لو كان ولي نهضر معه أنا هيا نقول له أنا يا وين دار هذا يتحمد الثورة؟ وين دارها؟ دارها في فرنسا، كان في الحبس، والله دارها لما نهار خرجوه بالحيك، نوليو نهضروا بالكلام هكذا. اسكو واحد نوليو احنا نقيسوا بعضنا بهذا الكلام؟ لا، سين يكون موضوعي. هذا ايد حمد راهو شارك في الثوره، شارك وله اخطاء، ارتكب اخطاء فادحه، ارتكب خطا لما نهار هذا السلاح، ومش غير هو ارتكبوا خطأ النهار اللي داروا هذا حزب نتاع القبائل، وراها الناس الآن ما زالها إلى اليوم راها تشرب في هذه الأشياء. ونفس الشيء فيما يتعلق بومدين، بومدين هو ثاني أيضا ارتكب أخطاء صرامة مليحة، ولكن بعض الأحيان تتطلب السياسة تتطلب الليونة،
لانه لو كان كل واحد هو يجبد الجهته فما بعد ينقطع ذاك الحبل هذاك. لازم هو انه الانسان يحاول هو انه يسمح من الجانب نتاعو، كل انسان يجتهد على جال باش نلقاو كيما نقولوا حاجه اللي تجمعنا كامل. يجي واحد انا دوك يلزق لي في الفطره نتاع التسعينات ويقلب لي دوك انا علي بالحاج زعيم وعلي بالحاج كذا وعلي بالحاج كذا وننساو التاريخ نتاع الثوره نتاع كذا، او يجي واحد في المقابل يجي هو يلزق لي غير في الثوره وفي الزعامات ومن بعد ينسى لي هذه المرحله نتاع التسعينات. لابد هو انه لما ندرسوا التاريخ ندرسوه بالمراحل نتاعو، ندرسوه بالزمان نتاعو، ندرسوه دراسه موضوعيه ومنهجيه، ونجيو معاه دراسه اسمه التاريخ هذا عباره عن حلقات وعن محطات، ندرسوا هذه المحطات دراسه منهجيه وموضوعيه. كل الناس اللي راهم درك هما يخدموا عندهم اخطاء، ما كاينش الانسان هذا اللي راه درك هو سليم من الاخطاء، كل انسان راهو عنده اخطاء. الانسان هذا اللي راهو يجتهد يخطئ، فهمت؟ دوك الانسان اللي راهو قاعد راهو يتفرج فينا راهو هو قاعد يحسب في الاخطاء، لكن لما انت تجي تتكلم وتجي انت تشارك تعرف فيما بعد لما تشوف روحك تعرف روحك اسكو انت راك ارتكبت اخطاء ولا لا. لا إذن الإخوة والأخوات فيما يتعلق، شوفوا ترى نعاود نفس الشيء الأخ عيسان، نفس الشيء الأخ عيسان عندك واسمه باين باللي عندك مشكل في لي بارامتر تاعك، يحاول على جال باش انت تسقدهم ومن بعد ما انا نحكي ولا على المرض الأخ عمر ولا هم يحزنون. واش نهضر على بوتفليقة يا الأخ الكريم؟ بوتفليقة راه مريض، بوتفليقة راه من الآن الناس يحكموا به، فهمت واش تهضر عليه؟ بوتفليقة هضرنا عليه نهار اللي كان بصحته وكان يجري وكان من طائرة لطائرة. بوتفليقة الآن تعرضه هو راه مريض، هو راه محتاج للرأفة، محتاج للإنسان اللي يحسن ليه. واش تحكي على بوتفليقة؟ واش عيسى؟ عيسى تحوسك شما تزيد ولا؟ عيسى راه عندك واسمو مشكلة الأخ عيسى، حاولت باش نزيد نعاود نضيفك الأخ عيسى ولكن نفس الشيء الأخ عيساني، حاولت عدة مرات على جال باش نضيفك ولكن للأسف شديد. المهم نكتفي بهذا القدر، وربما إن شاء الله في المستقبل أرانا إن شاء الله نزيدو نديرو نقاشات وحوارات. بإمكانكم هو أنه تقدموا اقتراحات، وإن شاء الله في المستقبل أرانا نزيدو نتواصلوا مع بعضنا البعض. ربي يحفظكم جميعا. المهم اعذرونا إذا كان أخطأنا والله غلطنا في حق واحد والله. نلتقي إن شاء الله في المستقبل، تحياتي لكم جميعا. شكرا الأخ عبد الخالق، ربي يبارك فيك. درك نشوف وين بعثولي. اوكي درك من بعد نشوف. الله غالب الأخ عيساني، فهمت؟ الله غالب دخلتك عندك مشكلة، فهمت؟ عندك مشكلة الأخ عيساني. فهمت؟ الله غالب الأخ الكريم، ربما ماكش تتكلم بالهاتف. إيه ربما راك تستعمل في الكمبيوتر.
عيسى نفس الشيء. المهم نلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.